السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله وبعد. مرحبا يا جماعة في محاضرة الإميونولوجي رقم 12 والأخيرة لمادة المد. هاي المحاضرة بصراحة كتير محتاجين تكونوا عارفين شغلات من قبل وإنتوا ما أخذتوها بسبب اللخبطة في الترتيب، والدكتور نادر عنجوز اللي حضر المحاضرة لاحظ إنه هذا ما أخذته هذا ما أخذته. فعليا إنتوا ما أخذتوا كتير شغلات، إحنا راح نشرحها في هاي المحاضرة، عشان هيك راح يكون حجمها طويل شوي، تمام؟ زائد المحاضرة نفسها مترابطة فمحتاجة تركيز. هلا بنصحكم انكم ما تدرسوا من سلايداتي، تدرسوا من الشيت او من سلايد المعدل اللي حتعملوه في دفعتكم. مش لانه سلايداتي مش شاملين، سلايداتي شاملين بس شاملين زيادة عن اللزوم، حضيف عليهم كتير شغلات انتم محتاجينها للفهم، بس هي ككونسبت مش مطلوبة في المحاضرة، مش مطلوب انكم تدرسوها. فبتقدروا ساعتها بعد المحاضرة انكم تمروا على سلايداتي على السريع وبعدين تدرسوا من الشيت، علشان انه بس تحفظوا الاشياء اللي مطلوبه في الامتحان لاجل اختصار الوقت. اللي بحب يدرس من سلايداتي من باب انه يدرس على شيء نفس اللي انشرح عليه، بيقدر انه يمسك ورقه وقلم بس يحدد الشغلات، بس اجي انا احكي في المحاضره هاي شغله خارجيه مش مطلوبه منكم في المحاضره وانما شرحتها لاجل الفهم، يعرف انه هاي بس يقراها ويفهمها، او انه المعلومات اللي انا ساعتها بحكي هاي المعلومات ذكرها الدكتور ومهمه ودرسوها للامتحان، يعرف انه هاي المعلومات يهتم بحفظها مش بس بفهمها، تمام؟ المحاضرة متداخلة بصراحة، راح أحاول يعني أشرحها بطريقة كتير حلوة ومبسطة. راح نتكلم فيها عن موضوعين أساسيات، عن الإميونولوجيكال توليرانس وعن الأوتو إميون ديزيزز، عن الإميونولوجيكال توليرانس وعن الأوتو إميون ديزيزز. التوليرانس، هلا يا جماعة في مرات خلايا مناعية بتتشكل في جسمنا، هاي الخلايا المناعية بتهاجم خلايا جسمنا نفسها، تمام؟ بتهاجم خلايا جسمنا نفسها أو المناعة نفسها. الجهاز المناعي بعد ما استجاب ضد فيروس معين، استجاب ضد بكتيريا معينه، خلص لازم بعد ما خلص هذا يعني قضى على الانفكشن، لازم في شيء يوقفه يحكي له خلص يعطيك العافيه وقف تكملش استجابه، هلا حتاذي خلايا جسمنا اذا كملت، تمام؟ هاي العمليتين اللي هي ايقاف او قتل خلايا اللي ممكن تكون مثلا بتهاجم جسمنا، خلايا جسمنا، سواء بسبب مشكله في تشكيلها او مشكله في تركيبها، او احيانا بسبب انه خلصت الاستجابه المناعيه وهي لسه نشطه، تمام؟ هاي الشغلة إيقاف هذه العمليات وموازنتها ضبطها بحيث إنه ما يتأذى جسمنا بنسميها التوليرانس، بنسميها التوليرانس، تمام؟ فالتوليرانس معناها التوازن، فإحنا بنحاول نحافظ على توازن الجهاز المناعي بحيث ما يتشكل عندي في الجهاز المناعي خلايا تهاجم خلايا جسمي، أو إنه بعد ما انتهت الاستجابة المناعية ما تضل الخلايا المناعية هاي شغالة، بالتالي ممكن تهاجم وتأذي خلايا جسمي، فأنا بدي أحافظ على التوازن. فقدان هذا التوازن راح يؤدي الى امراض مناعيه ذاتيه، اوتو اميون ديزيزز او اوتو اميونيتي. ايش معنى الاوتو اميونيتي او اوتو اميون ديزيزز؟ انه الخلايا المناعيه بلشت تهاجم خلايا جسمي نفسها، بلشت تهاجم خلايا جسمي نفسها. هاي المحاضره مقسمه الى خمس محاور، المحور الاول راح نحكي فيه انتروداكشن، تمام؟ لانه التوليرانس اكثر شيء بيعنينا فيه هم الخلايا التائيه والبائيه، هم اكثر شيء متعلق فيهم التوليرانس، فراح نعطي في المقدمه معلومات عامة بعضها انتم ماخذينها وبعضها مش ماخذينها عن الخلايا التائية والبائية، تمام؟ وهذا الانترودكشن معظمها اذا مش كلها مش مطلوبة منكم بالمرة في هذه المحاضرة، ولكن مهمة انكم عشان تفهموا المحاضرة، تمام؟ راح نبدا بالمحور الاول بانترودكشن. المحور الثاني راح نعطي فيه معلومات عامة عن التوليرانس، بعدين راح نحكي انه التوليرانس مقسمة الى تو تايبس، النوع الاول اللي هو السنترال توليرانس والنوع الثاني اللي هو بيريفرال توليرانس، تمام؟ فهذا الشيء راح نحكيه في المعلومات العامة. بعدين القسم الثالث من المحاضره راح يكون عن السنترال توليرانس، والقسم الرابع من المحاضره راح يكون عن البريفرال توليرانس بالتفصيل. القسم الخامس راح نحكي اذا فشلت عمليه التوليرانس شو الامراض المناعيه الذاتيه اللي ممكن تطلع لنا، شو هي الاوتو اميون ديزيزز، كيف ممكن نتحكم فيها، ايش انواعها، شو اللي ممكن يسبب الاوتو اميون ديزيزز غير التوليرانس، وهكذا، تمام؟ هاي محاضرتنا بشكل عام. خلينا نبدا بالانترودكشن. أول شيء اعرفوا أن الجهاز المناعي مقسم إلى تو بارت، النيت اميونيتي وأدابتيف اميونيتي. النيت اميونيتي هذول هم أجزاء النيت اميونيتي ما راح نمر عليهم، ذكرناهم في المحاضرات السابقة. اللي بيعنينا الآن الأدابتيف اميونيتي، الأدابتيف اميونيتي تشمل أكثر أنواع الخلايا البائية والخلايا التائية، تمام؟ Most of the B and T cells are part of the adaptive immunity، أوكي؟ هلا الخلايا التائية تذكروا أنه في عندنا عدة أنواع من الخلايا التائية، أشهرهم الهيلبر تي سيلز والسيتوتوكسيك تي سيلز. الهيلبر اللي هم الخلايا التائية المساعدة، والسيتوتوكسيك اللي هم الخلايا التائية القاتلة، تمام؟ الخلايا التائية القاتلة. في حكينا في المحاضرة الثالثة عن نوع آخر من الخلايا التائية اسمه الريجولاتوري تي سيلز، الريجولاتوري تي سيلز اللي هي الخلايا التائية المنظمة، اللي هي حكينا أنها بتحافظ على أنه الجهاز المناعي يظل متوازن، ما تزيد استجابته عن اللزوم، ما تزيد استجابته عن اللزوم. هاي الخلية راح نحكي كثير عنها بما انه موضوع محاضرتنا عن التوليرانس، اللي هي الخليه التائيه
المنظمة أو الريجوليتوري تي سيل، راح نحكي عنها كثير في هذه المحاضرة. اختصارا مرات بسموها تي ريج سيل، تمام؟ تي ريج سيل ار اي جي، تمام؟ ليش تي ريج سيل؟ اختصار لكلمة ريجوليتوري، تمام؟ اختصار لكلمة ريجوليتوري، فبنسميها مرات تي ريج سيل. اوكي، هذا بالنسبة للخلايا التائية والخلايا البائية. طيب كيف تركيب الخلايا البائية؟ الخلايا البائية على سطحها في عندنا ريسبتورز عبارة عن اميونوجلوبيولينز، تمام؟ عبارة عن اميونوجلوبيولينز. حكينا الاميونوجلوبيولينز اما بيشتغلوا كريسبتورز على الخلايا البائية، واما بكون مفرزين وبيشتغلوا كانتي باديز. ساعتها بيشتغلوا كانتي باديز، تركيبهم الاثنين نفسهم بس الوظيفة مختلفة. اللي بيكونوا موجودين على سطح الخلية ومتصقين فيها، وظيفتهم نقل الإشارة من برا لجوا. اللي بيكونوا مفرزين وظيفتهم يشتغلوا كانتي باديز، يهاجموا مسببات الأمراض وهكذا، تمام؟ على سطح الخلية البي ماتشور بي سيل، تمام؟ على سطح الماتشور بي سيل بيكون عندنا اميونوجلوبيولينز من نوع اي جي ام، تمام؟ من نوع IgM أو من نوع IgG، تمام؟ ففي عندنا IgM أو IgG. بالإضافة حكينا إنه هذا في المحاضرة التاسعة توقع جبنا سيرة هذا الإشي، أو المحاضرة الثامنة حتى، حكينا إنه هذولا مش كافيين لإيصال الإشارة من برا لجوا، مش كافيين لإيصال الإشارة من برا لجوا، ففي عندنا معاهم Ig ألفا و Ig بيتا، في عندنا معاهم Ig ألفا و Ig بيتا، هذولا بيشتغلوا ككوريسبتورز، كوريسبتورز بيساعدوا لنقل الإشارة من برا لجوا مع هذول، تمام؟ فبيجي الأنتيجن بيرتبط هون، بتنتقل الإشارة وهذا بيساعد على نقل الإشارة. حكينا في شغلة تانية بتساعد على نقل الإشارة، زي إنه ممكن الأنتيجين يرتبط بأكثر من إميونوغلوبيولين على سطح الخلية المناعية، مثلا يكون عندنا إميونوغلوبيولين تاني هنا بيرتبط الأنتيجين على سطحه. مرات في عندنا تول-like receptors على سطح الخلايا البائية، مرات في عندنا complement receptors إلى آخره، تمام؟ ففي عندنا بالمجمل إميونوغلوبيولينز إما IgM IgD، في عندنا IgA ألفا و IgB بيتا، هدول core receptors، تمام؟ وفي عندنا ايضا تولاك ريسبتورز، في عندنا كومبلمنت ريسبتورز، وفي عندنا هذول الكلستر اوف ديفرنشيشنز بجزء ما ذكرناهم، تمام؟ هذول بيكونوا موجودين مميزين لسطح الخلايا البائيه. غالبا الكلستر اوف ديفرنشيشن او السي دي اللي بيكونوا موجودين على سطح الخلايا البائيه بيكونوا مكونين من خانتين، تمام؟ 19 خانه خانه، 21 خانتين، تمام؟ طلعوا خانه وخانه ثانيه، سي دي 81 في عندنا خانه واحد خانه اثنين وهكذا، تمام؟ عادة اللي بيكونوا موجودين على الخلايا التائية بالمقابل بيكونوا مكونين من خانة واحدة، بيكونوا مكونين من خانة واحدة، فنحكي CD4، نحكي CD8 خانة واحدة، تمام؟ 4 خانة واحدة، 8 خانة واحدة، تمام؟ هذول لهم وظائف مختلفة، تمام؟ هذا بالنسبة لسطح البي سيل. تذكروا بالنسبة لتركيب الاميونوجلوبيولين، تمام؟ سواء كان موجود على سطح الخلية البائية أو موجود على شكل مفرز، تمام؟ على شكل انتيبادي، بيكون مركب من تو لايت تشينز، هاي لايت تشين highlighted chain، تمام؟ و two heavy chains، يكون مركب من two light chains و two heavy chains، اوكي؟ وكذلك ممكن نقسمه لشغلة أخرى، نحكي إنه هدول اللايت والهيفي تشينز مع بعض اللي موجودين فوق، إيش بنسميهم هدول؟ بنسميهم الفاريبل ريجنز، تمام؟ بنسميهم الفاريبل ريجن، هاي المنطقة اللي فوق. هاي الفاريبل ريجن هي المنطقة اللي بتختلف بين انتيبادي وانتيبادي آخر موجودين في الخلايا البائية المختلفة. ما إحنا حكينا كل خلية بائية بتكون سبيسيفيك لأنتيجين معين. طيب شو اللي بيحدد السبيسيفيسيتي؟ اللي بيحددها تحديدا الفاريبل ريجن، الفاريبل ريجن، تمام؟ هي اللي بتختلف بين كل خليه بائيه وخليه بائيه اخرى. هلا هون عندنا اللي تحت هذا هاي المنطقه من اللايت والهيفي تشينز بنسميها الكونستانت ريجن، الكونستانت ريجن. الكونستانت ريجن ما بتختلف، تمام؟ اذا الا اذا الفاريبلتي اختلفت، ما بتختلف بين الخلايا المختلفه، تمام؟ فعندنا الكونستانت ريجن هاي ايش بيختلف؟ بتختلف بين الخلايا البائيه، هاي بتحدد نوع الانتي بودي، هل هو اي جي ام، هل هو اي جي اي، هل هو اي جي دي، هل هو اي جي اي، هل هو اي جي ام اي جي اي دي، تمام؟ هل هو اي جي ام ولا اي جي اي ولا اي جي اي ولا اي جي دي ولا اي جي جي، تمام؟ ولا اي جي جي. فعندنا الفاريبل ريجن هي اللي بتحدد السبيسيفيسيتي تبعت الانتي بودي لانتيجن معين، وعندنا الكونستنت ريجن هي اللي بتحدد نوع الانتي بودي، هل هو اي جي ام اي جي اي اي جي جي اي جي اي اي جي دي، تمام؟ وكل واحدة منهم بصناها جينات مختلفة، كل واحدة منهم بصناها جينات مختلفة. بالمجمل عندنا الفاريبل ريجن، عندنا الكونستنت ريجن مكون من تو لايت تشينز وتو هيفي تشينز، وهذا الحكي كله عارفينه من المحاضرات السابقة. وعندنا الانتيبادي ممكن نقسمه تقسيم أخرى، هذول اللايت والهيفي تشينز مع بعض بنسميهم الاف اي بي ريجيون، وتحت هذا الجزء من الهيفي تشينز بنسميه الاف سي ريجيون، بنسميه الاف سي ريجيون أو الاف سي بورشن، تمام؟ ليش قسمناهم هاي التقسيمه؟ هون فهمنا ليش هاي التقسيمه، هاي التقسيمه هذول اللي فوق حكينا بيحددوا السبيسيفيتي تبعت الانتي بودي، وهاي بيحددوا نوع الانتي بودي، هل هو اي جي ام ولا اي جي اي ولا اي جي جي ولا اي جي اي ولا اي جي دي. هذول طيب شو بيحددوا؟ الاف سي ريجيون تذكروا انه حكينا مثلا عندنا هاي انتيجن وعندنا انتي بودي ارتبط فيه، تمام؟ انتي بودي ارتبط فيه، وعندنا في المقابل خليه مناعيه، تمام؟ مثلا نحكي انها فاجوسايت وعليها ريسبتور، تمام؟ عليها ريسبتور.
الاف اي بي بورشن هو الجزء من الانتيبادي اللي راح يرتبط بالانتيجن، هو الجزء من الانتيبادي اللي راح يرتبط بالانتيجن، تمام؟ هذا الاف اي بي بورشن. الاف سي بورشن هو الجزء من الانتيبادي اللي راح يرتبط بالخليه المناعيه، نفترض انها هاي فاجوسايت، تمام؟ هذا الانتيبادي ارتبط على هذا الميكروب عشان يشتغل كاوبسنايزر، يشتغل كمثلا يساعد في عمليه البلعم، تمام؟ الاف سي بورشن هي اللي راح ترتبط هون على الخليه المناعيه، والاف اي بي بورشن هي اللي راح ترتبط على الانتيجن. بس ارتبطت الاف سي بورشن على الريسبتور الموجود على الفاجوسايت، راح تساعد الفاجوسايت هاي انها تبلعم البكتيريا هاي بشكل افضل، وتقضي عليها، تمام؟ وتقدر انها تقضي عليها. اذا مره اخرى، الاف اي بي بورشن هي الجزء من الانتيبادي اللي بيرتبط بالانتيجن او اللي بيرتبط بالمايكروب. الاف سي بورشن هي الجزء من الانتيبادي اللي بيرتبط بالخليه المناعيه، بيكون في ريسبتورات معينه اف سي ريسبتورز على الخلايا المناعيه زي الفاجوسايت، مثلا الفاجوسايت بيكون عليها اف سي ريسبتور عشان يرتبط بالاف سي بورشن، تمام؟ اللي مرتبط به هذا الانتيجن يقدر يبلعم هاي البكتيريا بشكل افضل، تمام؟ هذا الحكي كله معاد من المحاضرات الماضيه. لا ما يعنيني هو الفاريبل والكونستانت ريجن، تمام؟ راح نحكي بعد شويه عنهم كيف هذول الفاريبل والكونستانت ريجنز بيختلفوا، تمام؟ بيختلفوا بين الخلايا البائيه المختلفه، كيف الفاريبل ريجن بتتشكل، تمام، في الخليه البائيه، وكيف الكونستانت ريجن ايضا بتتشكل في الخليه البائيه، شو الجينات اللي بتشكلهم. بس قبل ما نحكي عنهم خلينا نحكي عن التيسل بشكل مبسط. التيسلز في عليها التيسل ريسبتور، هذا هو التيسل ريسبتور، من ايش مكون التيسل ريسبتور؟ بكون مكون من الفا تشينز ومن بيتا تشين، تمام؟ من الفا تشين، هاي الالفا تشين وهاي البيتا تشين، تمام؟ الالفا تشين بكون فيها فاريبل ريجن، والبيتا تشين نفس الشيء، بكون التنتين فيهم فاريبل ريجنز وبكون فيهم كونستانت ريجن. طيب، في عندنا فاريبل ريجن للالفا تشين، في عندنا فاريبل ريجن للبيتا تشين، كذلك للكونستانت ريجن للالفا تشين وكونستانت ريجن للبيتا تشين. وفي عندنا شغلات بتساعد على نقل الاشاره مع التي سيل ريسبتور زي السي دي 3، تمام؟ فهم هي بيشتغلوا ككور ريسبتور، مرضا ارتبط عن الانتيجن هون عشان تنتقل الاشاره لجوا بشكل افضل. في عندنا السي دي 3 ايضا مساعد لهذول التي سيل ريسبتور، طيب نعيد مره ثانيه اللي حكيناه. في عندنا الانتيبادي، تمام، مكون من تو لايت تشينز وتو هيفي تشينز، واللايت تشين والهيفي تشين مع بعض هذول اللي فوق بشكلهم الفاريبل ريجن، تحت هذول اللايت والهيفي تشينز مع بعض لهون، تمام، اللي تحت هذول الثلاثه بشكله ايش؟ بشكله الكونستانت ريجن، اوكي. فممكن نحكي انه في عندنا جزء من اللايت تشين هو عباره عن فاريبل ريجن، في عندنا جزء من الهيفي تشين هو عباره عن فاريبل ريجن، هذا اللي فوق ونفس الشيء بالنسبه لهون، وتحت كمان بالنسبه للكونستانت ريجن هذا الجزء من من اللايت تشين جزء من الكونستانت ريجن، وهذا جزء من الهيفي تشين هو جزء من الكونستانت ريجن، تمام؟ وكذلك بالنسبه للجهه الثانيه. بالنسبه للتي سيل ريسبتور في عندنا مكون من الفا تشين ومن بيتا تشين. الالفا تشين بكون فيها فاريبل، بكون فيها كونستانت، تمام؟ بكون فيها فاريبل بارت وبكون فيها كونستانت بارت، وكذلك بالنسبه للبي سيل، بالنسبه للبي تشين في عندنا فاريبل وفي عندنا كونستانت، اوكي؟ ليش عندنا هذا الحكي مره ثانيه؟ عشان نشوف كيف تشكيلهم في الجينات. كيف عندنا حكينا 25000 جين، تمام؟ تذكروا هذا الحكي حكيناه بجوز في المحاضره الثالثه، قلنا في عندنا 25000 جين وفي عندنا ملايين الريسبتورات، وكل ريسبتور في سواء في البي او بالتي سيلز بيكون سبيسيفيك لانتيجن معين. طيب كيف الماده الوراثيه بدها تشكل هذول الملايين من الريسبتورز سواء على التي والبي سيلز، تمام؟ كل تي او بي ريسبتور بيكون فيهم فاريبل ريجن مختلف وسبيسيفيك لانتيجن معين. الجواب بالجين ري ارينجمنت، تمام؟ لنفترض انه انا عندي مثلا ثلاث حصالات، تمام؟ وكل حصاله مثلا فيها 20 كره، وكل ال 20 كره هذول لهم لون مختلف، تمام؟ فبالمحصله، تمام؟ صار في عندي 60 كره، كل كره لونها مختلف عن الثاني، تمام؟ أنا بدي أعطي أشكل مجموعة من ثلاث كرات، بدي آخذ كرة من كل حصالة، فبالتالي عندي 20 احتمال من الحصالة الأولى و20 احتمال من الحصالة الثانية و20 احتمال من الحصالة الثالثة. تذكروا بالإحصاء إذا بدنا نطلع مجموع الاحتمالات اللي ممكن يطلعوا معنا، إذا بدنا ناخذ من كل حصالة كرة 20 ضرب 20 ضرب 20 بيطلع تقريبا الرقم 3 أصفار وذنبيه 8، يعني 8000، في عندنا 8000 احتمال إذا بدنا ناخذ من كل حصالة كرة مختلفة، تمام؟ فطلعوا من 60 كرة أنا قدرت أصنع 8000 احتمال، هذا تقريبا بشكل مبسط اللي بيصير عندنا
بالنسبة لتصنيع الـ Variable Regions سواء في الـ B أو الـ T Cells. هلا تطلعوا مثلا عندنا في الـ B Cell في عندنا Variable Region تمام متعلقة بالـ Heavy Chains، تمام في عندنا Variable Regions متعلقين بالـ Constant Chains، كذلك في عندنا Variable Regions متعلقين بالـ Alpha Chain، في عندنا Variable Regions متعلقين بالـ Beta Chains. تعالوا نحكي عن الـ Variable Regions المتعلقين بالـ Beta Chains، أو إذا عم نحكي عن الخلايا البائية الـ Variable Regions المتعلقين بالـ Heavy Chains. كيف تشكلهم؟ كيف تشكلوا الجينات تبعتهم؟ يكون في عندنا هنا تمام ثلاث انواع من الجينات، الفي جينز والدي جينز والجي جينز. تمام في عندنا في جينز وفي عندنا دي جينز وفي عندنا جي جينز. تمام الفي جينز بيكون في عندنا مجموعه منهم، والدي جينز في عندنا مجموعه منهم، والجي جينز في عندنا مجموعه منهم. كل مره انا باخذ واحده من هون واحده من هون واحده من هون وبصنع منهم مسنجر ار ان اي. تمام فلكل خليه بائيه اذا عم نحكي عن الهيفي تشين، او لكل خليه تائيه اذا عم نحكي عن البيتا تشين، تمام بالنسبه للفاريبل ليجن باخذ مره واحده من هون مره واحده من هون ومره واحده من هون، وبالمره الثانيه في خليه بائيه ثانيه او خليه تائيه ثانيه باخذ واحد ثاني وباخذ واحد ثاني اخر من الدي واحد ثاني اخر من الجي. تمام في كل مره بتطلع عندي اختلاف مختلف، بصنع عندي احتمال مختلف. تمام احتمالات هذول بالاخر راح يشكلوا لي فاريبل ليجنز مختلفين، تمام بالنسبه ل الفاريبل ليجنز مختلفين بالنسبه للهيفي تشينز في البي سيلز وبالنسبه للبيتا تشين في التي سيلز. تمام الكونستانت ريجون ما كثير بتعنينا، ما في اختلافات كثير بيناتهم الا اذا عم نحكي مثلا عن البي سيلز. تمام ففي عندنا في البي سيلز مثلا عشان ما احنا بدنا نحدد في الهيفي تشينز هل هذا اي جي ام ولا اي جي جي ولا اي جي اي ولا اي جي دي ولا اي جي اي. تمام ففي عندنا لكل واحده فيهم جين معين، مثلا الميو للاي جي ام والجاما للاي جي جي والدلتا مثلا للاي جي دي وهكذا. بجوز هذا الحكي حكينا في الدلتا في الانتي بوديز، تمام في محاضره الانتي بوديز ما كثير بيعنينا. احنا الان بدنا نحكي عن الفاريبل ريجن، ففهمنا الان كيف بتشكل ملايين الفاريبل ريجنز من عدد محدد من الجينات، من عدد محدد من الجينات. ونفس الشيء بصير بالنسبه لللايت تشين، ايضا هون في عندنا فاريبل ريجنز في اللايت تشين، في عندنا فاريبل ريجنز في الالفا تشين. تمام بس بكونوا اخف تعقيدا، يعني هون بس عندنا مجموعتين الفي والجي، تمام في عندنا في جينز وفي عندنا جي جينز. تمام ناخذ كل مره واحده من هون وواحده من هون، تمام ناخذ مره واحده من هون وواحده من هون لاجل انه نشكل اللايت تشينز لايت فاريبل ريجنز بالنسبه للبي سيلز، او بدنا نشكل الفاريبل ريجنز بالنسبه للالفا تشين على التي سيلز بالنسبه للالفا تشين. بالمحصله بناخذ واحده من هون وواحده من هون في كل تي سيل او في كل بي سيل، وكل مره بناخذ واحده مختلفه فبطلع بالاخر عندنا بروتينات مختلفه. بالتالي هذا التنوع الكبير اجى من عدد محدد من الجينات. وفي عندنا شغله اخيره بنسميها جنكشنال فاريشن، مش مطلوب يعني راح تاخذوها لما تاخذوا عن الجين ري ارينجمنت، بس انا حبيت اشرح بشكل مبسط شو اللي بيصير. استوعبنا الان ليش في عندنا كثير فاريبل ريجنز من مجرد عدد قليل من الجينات، سواء بالنسبه للبي سيلز او بالنسبه للتي سيلز، سواء بالنسبه للبي سيلز او بالنسبه للتي سيلز. طلعوا هاي العمليه كل مره بناخذ جينات من جهه، في عندنا شغلة اسمها Junctional Diversity لسه ما حكينا عنها، ما راح نحكي عنها بس انه احفظوا اسمها عشان تعرفوا قد ايه التنوع كبير. هذا التنوع ممكن يصنع لي بالاخر خلايا بائية او خلايا تائية تكون specific لانتيجنز موجودة في جسمنا احنا، لبروتينات موجودة بشكل طبيعي في جسمنا. طيب كيف بدنا نتخلص من هدول الخلايا التائية او البائية، او على الاقل اذا ما تخلصنا منهم نحجم مثلا نشاطهم عشان ما يهجموا على جسمنا. هذا ما سنعرفه في التوليرانس، بس تكونوا الان فاهمين بشكل عام شو هو الجين ري ارينجمنت. تمام على السريع هاي الصوره استحضرناها في المحاضره الثالثه، حكينا البي والتي سيلز من وين بيجوا، من الليمفويد ستيم سيل او الليمفويد بريكيشر. تمام في عندنا بي سيلز بصير لهم ماتوريشن في البون مارو، والتي سيلز بصير لهم ماتوريشن في الثايموس. تمام بصير لهم ماتوريشن في الثايموس. هنا في عمليه الماتوريشن راح تصير عندي بدايه التوليرانس سواء في البون مارو او في الثايموس. تمام راح ابلش اتخلص من البي والتي سيلز اللي تصنع فيهم ريسبتورز سبيسيفيك لانتيجنز موجودين في جسمي، سبيسيفيك لانتيجنز موجودين في خلايا جسمي. ففي البدايه بحاول اني انا اتخلص من هذول الخلايا البائيه والتائيه او احجم نشاطهم على الاقل في البون مارو وفي الثايموس. هاي العمليه ايش بنسميها؟ بنسميها سنترال توليرانس، بنسميها سنترال توليرانس. اوكي شو بنسميها؟ بنسميها سنترال توليرانس. هلا بعد هيك بيطلعوا الخلايا البائيه اللي هم مش سبيسيفيك لانتيجنز في جسمنا والخلايا التائيه كذلك، بروحوا لمناطق مختلفه من الليمفويد اورجانز زي الليمف نودز او السبلين، مرات بيروحوا لسم ليمفويد تيشوز موزعين في جسمنا.
تمام بعده هناك بيستنوا بالانتيجنز تبعهم. لما يجوا الانتيجنز تبعهم بصير لهم اكتيفيشن زي ما حكينا، بس يصير لهم اكتيفيشن راح يروحوا لمكان الانفكشن عشان يحاربوه. بعد ما حاربوا مكان الانفكشن لازم يجي ايش يحكي لهم، خلاص يعطيكم العافيه، يكفي استجابه مناعيه، هلا وقف دوركم. تمام، ايقاف دورهم بعد ما خلصت الاستجابه المناعيه عشان ما يضلوا نشيطين ويهاجموا خلايا جسمنا، نسمي هاي العمليه بيريفرال توليرانس، نسميها بيريفرال توليرانس. تمام، في عندنا سنترال توليرانس وفي عندنا بيريفرال توليرانس. تمام، يعني هاي كريكاب سريع شو بصير بالخلايا البائيه والخلايا التائيه. كريكاب سريع اخير هو الوظائف تبع الخلايا البائيه والخلايا التائيه. تذكروا ان الخلايا البائيه وظائفهم يفرزوا انتي بوديز. شو الانتي بوديز بيعملوا؟ بيعملوا نيوترلايزنج للميكروب، بقيدوه. تمام، يقيدوه علشان انه ما يقدر يتحرك في الجسم. كذلك بيحفزوا الاوبسونايزنج، حفزوا عمليه الفاجوسايتوسيس، بيحفزوا الكومبلمنت اكتيفيشن، بيحفزوا الاكتيفيشن تبع الكومبلمنت سيستم. ايضا في عندنا الهيلبر تي سيلز، هذول شو وظيفتهم؟ هذول وظيفتهم لما يصير لهم اكتيفيشن بواسطه الدندريتك سيلز يفرزوا سايتوكاينز. شو وظيفه السايتوكاينز هذول؟ يعملوا اكتيفيشن للماكروفاج وانديوس انفلاميشن، وايضا يعملوا اكتيفيشن لهم وظيفه الهيلبر تي سيلز زي ما شفنا في المحاضره العاشره. تمام، انهم يعملوا اكتيفيشن للتي ديبندنت بي سيلز، تي ديبندنت بي سيلز. تمام، عندنا السايتوتوكسيك تي سيلز، هذول بقتلوا الخلايا المصابه، كيلينج اوف انفكتد سيلز. وعندنا بشكل سريع حكينا عنهم راح نحكي عنهم هلا كثير، اللي هم التيرك سيلز او ريجوليتوري تي سيلز، اللي بيعملوا سبريشن للاميون ريسبونس بعد ما تخلص الناتشرال كيلر سيلز يسيبونا منهم. هيك بنكون خلصنا ايه المقدمه. خلينا ناخذ فاصل سريع لانه انا سهران ومش قادر. خلينا نبدا بجنرال انفورميشنز اباوت ذا توليرانس. في عندنا خمس مصطلحات، وين احنا يعني ايش تمام، في عندنا خمس مصطلحات بدنا نعرفهم عن الجنرال انفورميشنز. في عندنا خمس مصطلحات بدنا نعرفهم عن التوليرانس. اوكي، في عندنا خمس مصطلحات بدنا نعرفهم عن التوليرانس. اول شيء ايش معنى immunological tolerance؟ immunological tolerance هي قدرة الجهاز المناعي انه يميز بين السلف والنون سلف انتيجنز، قدرة الجهاز المناعي انه يميز بين السلف والنون سلف انتيجنز، اوكي؟ إذا صار في عندنا خلل في هاي القدرة immunological tolerance راح يتشكل عندنا autoimmune diseases أو autoimmunity. autoimmunity اللي هم group of diseases لما يصير الجهاز المناعي يهاجم الانتيجنز تبعونا، يصير activated against self antigens، تمام؟ يصير activated against self antigens. يعني مصطلح اسمه immunogenic antigen. immunogenic antigen هو الانتيجين اللي عنده قدرة انه يستفز الجهاز المناعي علشان يصير activated، ساعتها بيقدر يهاجم هذا الانتيجين، ساعتها بيقدر يهاجم هذا الانتيجين. المفترض بشكل طبيعي انه immunogenic antigens بالنسبة لجهازنا المناعي ما يكونوا غير antigens خارجيين، ما يكونوا غير بكتيريا او فيروسات، تمام؟ ما يكونوا مثلا antigens self antigens. اذا كان في عندنا immunogenic antigen عباره عن self antigen معناته في مشكله. فالimmunogenic antigens هم الانتيجنز that stimulate an immune response، that stimulate an immune response. في عندنا tolerogenic antigen. tolerogenic antigen معناها الانتيجن اللي زي نحكي بدير او يعني بيوازن الاستجابه المناعيه في الخلايا التائيه. induced tolerance، induced tolerance من اسمه tolerogenic. ايش بيسوي؟ يعني انه بيخلي الخلايا التائيه او الخلايا البائيه اذا تعرضت لهذا الانتيجن اللي هو التوليرجينيك انتيجن انها ما تستجيب، تمام؟ انها ما تستجيب، انه خلص تدخل في مرحله انكتيف ويعطيك العافيه. هذا الشيء عاده المفترض انه بشكل طبيعي يصير لما يكون الانتيجن سيلف انتيجن، لما يكون الانتيجن سيلف انتيجن. فاذا بشكل طبيعي المفترض انه النون سيلف انتيجنز عباره عن اميونوجينيك انتيجنز بيستفزوا الجهاز المناعي انه يشتغل، والسيلف انتيجنز عباره عن التوليروجينيك انتيجنز. التوليروجينيك انتيجنز اللي هم بيحفزوا الجهاز المناعي انه يدخل في مرحله كمون، خلاص يعطيك العافيه تشتغلش، احنا سيلف انتيجنز، احنا المفروض ما تهاجمنا، تمام؟ في عندنا مصطلح اخير اسمه immunological ignorance، تمام؟ immunological ignorance من اسمه في عندنا ignorance. هذا الشيء انه الخلايا التائيه او الخلايا البائيه ببطلوا يستجيبوا بالمره ضد سواء سيلف انتيجن او نون سيلف انتيجن، بصيروا يعملوا ignore. طيب هذا الشيء كويس ولا مش كويس؟ هذا كويس في بعض مناطق الجسم، في بعض المناطق في الجسم بنسميهم immune privileged sites، اوكي؟ immune privileged sites، immune privileged sites. هذول الاميون privileged sites اماكن المفترض انه ما يصير فيهم اي استجابه مناعيه، لانهم ممكن يتضرروا اذا صار فيهم استجابه مناعيه. حتى لو في عندنا مايكروب المفروض الخلايا المناعيه تعمل ignorance للمسببات الامراض اللي هناك، تمام؟ سواء كان في عندنا سيلف انتيجن او نون سيلف انتيجن الخلايا المناعيه بتعمل ignorance.
في المناطق في الجسم بنسميها immune privileged sites. زي ايش مثلا immune privileged sites؟ زي البرين، الدماغ. الدماغ المفترض انه ما يصير فيه استجابات مناعيه، انه حتى لو دخل عليه بكتيريا او فيروسات المفترض انه في اشياء تمنع اصلا من وصول البكتيريا او الفيروسات لهناك، زي البلد برين بارير، حاجب سميك تمام بمنع دخول مسببات الامراض للدماغ. ايضا مثلا اللينسز، عدسات العين، هذول المفروض ما يصير فيهم انفلاميشن. اذا صار فيهم انفلاميشن ممكن يؤذي العين، يعمل سيفير دامج، والواحد يصاب بعمى، ببلايندنس. تستس مرات الخصيتين، خصيتين المفروض ما يصير فيهم اي استجابه مناعيه لانه راح تتدمر الخلايا التناسليه تمام. فاجمالا في مناطق في الجسم لازم الخلايا المناعيه ما تستجيب فيهم، لازم الخلايا المناعيه ما تتدخل فيهم، ساعتها احنا بكون في عنا ميكانيزمز اخرى نمنع اصلا هاي المناطق من انه يوصلها مسببات امراض تمام. واذا وصلها الخلايا المناعيه بتعمل شيء اسمه immunological ignorance، بحيث انه ما بتستجيب في هذيك المناطق لاي انتيجين، سواء كان سيلف انتيجين او نون سيلف انتيجين. نقرا على السريع اعاده immunological tolerance، حكينا هي الابيليتي تبع الاميون سيستم انه يميز بين السلف والنون سيلف انتيجينز تمام. فما بيعمل اتاكينج للسلف انتيجينز. اذا صار في خلل في هذا الشيء بصير عندي اوتو اميونيتي تمام. هي مجموعه من الامراض كوزد ان اميون سيستم از اكتيفيتد اجينست مين، اجينست سيلف انتيجينز. اوكي، اميونوجينيك انتيجينز اللي هم الانتيجينز ذات ستيمولييت ان اميون ريسبونس. بالعاده بشكل صحي المفروض يكون هم البكتيريال والفايرال انتيجينز على سبيل المثال طبعا، يعني ممكن يكون فانجل انتيجينز، ممكن يكون باراسايتال انتيجينز الى اخره. التولرجينيك انتيجينز هذول المفروض الانتيجينز ذات اندوس تولرانس تمام. إذا عادة مفترض أنهم يكونوا self antigens، ممكن في حالات مرضية هنا يكون عندنا non self antigens بيعملوا tolerance تمام، فساعتها بيقدروا يعيثوا في الجسد فسادا. ممكن يكون في حالات مرضية هنا في some autoimmune diseases antigens that simulate an immune response يكونوا self antigens، يكونوا self antigens. أوكي، آخر شيء immunological ignorance تمام. عندنا lymphocytes ignore the presence of antigens سواء كانوا self أو non self antigens. هذا الشيء بصير في immune privileged sites تمام، زي الدماغ، زي الخصيتين، زي اللينسز تبعون العينين تمام. هذا الاشي بصير لان المناطق هذولا these areas are physically separated from antigens، المفترض انه الانتيجنز ما يوصلوا لهم تمام، ما في يوصلهم للليمفوسايتس تمام. واذا وصلهم للليمفوسايتس ممكن وشو اسمه وصلهم للليمفوسايتس ووصلهم انتيجنز ايضا، المفترض انه الليمفوسايتس ما يستجيبوا ضدهم عشان نحمي هاي المناطق من الدمج، عشان نحمي هاي المناطق من الدمج. كيز why do we need tolerance، حكينا هاي المعلومه قبل شوي، حكينا we need tolerance when this immune system is stimulated against self antigens تمام، عشان نمنع self antigen انه يعمل stimulation للimmune system او immune cells. لازم نعمل tolerance، لازم نعمل tolerance بحيث انه خلايا جسمنا ما تهاجم. مثلا طلعت عندي lymphocyte مضروبه هاي الليمفوسايت سبيسيفيك للانتيجن موجود في جسمي بشكل طبيعي، لازم انا اكنسلها، لازم اقتلها، اتخلص منها. وكذلك في بعض الاحيان بعد الاستجابه المناعيه، بعد ما يصير عندي اكتيفيشن للجهاز المناعي ويقضي يعمل elimination للباثوجين، لازم انا اعمل له ستوبينج، خلاص يعطيك العافيه، لازم هون اتدخل واعمل توليرنس، يعطيك العافيه، ما لازم تكمل استجابتك المناعيه، ما لازم تكمل استجابتك المناعيه تمام. Why do we study immunological tolerance؟ ليش ندرس التوليرانس طيب؟ التوليرانس زي ما حكينا هم أساس للأوتوإميون ديزيزز. متى صار في عندي خلل في التوليرانس بيصير في عندي أوتوإميون ديزيزز. فبالتالي أنا بقدر أفهم الميكانيزمز تبعت الأوتوإميون ديزيزز، وأعرف كيف ممكن أعالجهم، كيف ممكن على الأقل أحجم من آثارهم إذا فهمت التوليرانس تمام. كذلك في بعض الأحيان ممكن نعمل توليرانس مصطنع. مثلا عندي زراعة أعضاء تمام، عندي زراعة أعضاء، وهذا العضو المنقول من جسم آخر لهذا المريض، الجهاز المناعي بشكل طبيعي المفروض يستجيب ضده لأنه جسم غريب تمام. هذا العضو عبارة عن جسم غريب، فأنا شو بسوي هنا؟ أنا بحفز التوليرانس، بحفز التوليرانس لما أدخل هذا العضو تمام، على أساس إنه الجهاز المناعي يبطل يهاجم هذا العضو الدخيل لحد ما يبلش يتعود عليه لحاله الجهاز المناعي ويبطل يهاجمه تمام. ومرات في غير مثلا زراعة الأعضاء، مرات في الألرجي، في الحساسية، مثلا صار عندي حساسية، الجسم عم بيستجيب ضد مثلا هو ضد مثلا حبات غبره، ضد حبات حبوب لقاح من ورود تمام. هاي الاشياء نون سيلف انتيجنز، بس المفروض الجسم بشكل طبيعي ما يستجيب ضدها لانها مش اشياء مضره تمام. فانا هنا بتدخل وبعمل توليرانس للاميون سيستم لما يجي بده يستجيب ضدها، على اساس انه يصير ان اكتيفيت ضدها، خلاص الجسم ما يستجيب ضد هاي مسببات الامراض، ما يستجيب ضد مسببات الامراض هاي. كذلك في بعض الاحيان في الجين ثيرابي، مرات بنقل بعض المواد الجينيه تمام، بنقل بعض الجينات لخلايا جسميه معينه على اساس انه ايش؟ انه يصير في عمليه ترانسكريبشن وترانسليشن، هذول الجينات ينتج عندي بروتينات معينه في الجسم، ينتج عندي بروتينات معينه في الجسم. مرات نستعمل هذا الجين ثيرابي تمام، بس هذول البروتينات مشكلتهم جايين من جينات جايين من برا الجسم، هذول الجينات جايين من برا الجسم، بالتالي انا لازم اتدخل بالتوليرانس. اذا achieving tolerance we want to inhibit the immune response
هذا الشيء مرات بيصير لما نعمل organ transplantation، لما نعمل gene therapy، لما نعمل treating للالرجي. اوكي، there are two types of tolerance، في عندنا central tolerance وفي عندنا peripheral tolerance. اوكي، central tolerance هذا occurs in central lymphoid organs زي ما شفتوا في الثايموس وفي البون مارو. تمام، هذا الشيء بيصير لمين؟ بيصير للimmature lymphocytes، بيصير للimmature lymphocytes. peripheral tolerance بيصير في البريفرال lymphoid organs، اوكي، زي lymph nodes وزي spleen، وبصير للmature lymphocytes، بصير للmature lymphocytes. اوكي، so we have two types، central tolerance and peripheral tolerance. central tolerance occurs in central lymphoid organs for immature lymphocytes، peripheral and peripheral lymphoid organs for mature lymphocytes. اوكي، هيك بنكون خلصنا some general informations. let's start now speaking about the central tolerance. تمام، central tolerance ممكن يصير يا اما للتي سيلز يا اما للبي سيلز، ممكن يصير يا اما للتي سيلز يا اما للبي سيلز. طيب لنفترض انه صار للتي سيلز، وين بيصير؟ زي ما حكينا بيصير في الثايمس، بيصير في الثايمس. تمام، احنا عم نحكي عن سنترال، فعم نحكي عن اماتشور تي سيلز، بعد ما التي سيلز يطلعوا من البون مارو وهم كاماتشور جايين من الليمفويد ستيم سيل، بيدخلوا على الثايمس عشان يعملوا تريننج هناك ويكملوا الماتشوريشن تبعهم. هلا جوا الثايمس في عندنا خلايا اسمهم ثايمك مدللري ابيثيليال سيلز، ثايمك مدللري ابيثيليال سيلز، هذول الخلايا مش مذكور اسمهم بالسلايدات، بس يعني حلو تكونوا عارفينهم، خصوصا مذكورين كثير في مصادر اخرى، واتوقع مذكورين في المحاضره الثالثه، المحاضره الرابعه لما حكينا عن الاورجن الليمفويد اورجانز. تمام، حكينا عن الليمفويد اورجانز، حكينا الثايمس فيهم مدللري ابيثيليال سيلز، ثايمك مدللري ابيثيليال سيلز، هذول الثايمك مدللري ابيثيليال سيلز شو وظيفتهم في الثايمس؟ هذول بكون على سطحهم في عندنا ام اتش سي كلاس 1 MHC class 2. تمام، وبيعرضوا بروتينات جسديه، بيعرضوا سيلف انتيجنز. تمام، بيعرضوا سيلف انتيجنز، هذول السيلف انتيجنز اللي بيعرضوهم بكونوا نسخه طبق الاصل عن بروتينات مشهوره في الجسم، زي مثلا البلازما بروتينز، زي بعض البروتينات اللي بتكون موجوده مثلا على خلايا كثيره في الجسم. تمام، يعني بشكل عام بكون عليهم بروتينات بتكون موجوده في الجسم بشكل طبيعي، وظيفتهم انهم يختبروا التي سيلز. تمام، عندي مثلا هون MHC class 1 حتيجي عليها مثلا some proteins self proteins مثلا plasma protein. تمام، تيجي CD8 T cell الخلية التائية القاتلة بترتبط به هذا ال MHC class 1 molecule، إذا حفزت استجابة قوية هاي T cell بلشت بدها تقتل هاي thymic medullar epithelial cell، فورا thymic medullar epithelial cell بتتدخل بتقتل هاي الخلية. تمام، بتقتل هاي الخلية التائية. ليه؟ لما دام استجابت هنا في الثايمس ضد هذا البروتين، بكرة لما تتعرض له، لو طلعت من الثايمس، لما تتعرض له في الدم رح تشكل استجابه ضده، تبلش تهاجم هذا البروتين، عشان بتسبب لي مشاكل. فمعناته شو الحل؟ الحل انه فورا نقتلها ونتخلص منها. تمام؟ نعملها عمليه ابوبتوسز، بنعملها عمليه ابوبتوسز. تمام؟ وايضا هون مثلا بكون عندي ام اتش سي كلاس 2 موليكيول عليه بروتينات، عشان نختبر السي دي 4 تي سيلز، نختبر السي دي 4 تي سيلز. ايضا اذا السي دي 4 تي سيلز ارتبطوا بشكل قوي بالام اتش سي كلاس 2، ورجوا بدهم يدخلوا ويقتلوا هاي الخليه، ساعتها ثايمك مدلل ابيثيليال سيل على طول بتقتل هاي الخليه التائيه، بتقتل هاي الخليه التائيه. تمام؟ طيب شو اسم البروتينات هاي اللي بتكون موجوده هون؟ هذول السلف انتيجنز، شو بنسميهم؟ لهم اسم مميز بنسميهم اوتو اميون ريجوليترز، اوتو اميون ريجوليترز او اي اي ار اي، اوتو تمام للاي، اميون للاي، تمام؟ وريجوليترز ار اي، فاي اي ار اي، اوتو اميون ريجوليترز. اوكي؟ هذول الاوتو اميون ريجوليترز اسم للبروتينات اللي بيكونوا موجودين على الثايمك مدلل ابيثيليال سيلز، وهم نسخه طبق الاصل لبروتينات موجوده في جسمنا، بس احنا عم نحاول نختبر فيهم هنا التي سيلز، سواء السي دي 4 او السي دي 8. هلا هاي العمليه اللي هي عمليه قتل هذول الخلايا التائيه، انهم ارتبطوا بقوه وصار لهم قتل، بنسميها النيجاتيف سيلكشن. ايش بنسميها؟ بنسميها النيجاتيف سيلكشن. اوكي؟ بنسميها النيجاتيف سيلكشن. ضايل شغله اخيره نحكيها، انه في بعض الخلايا التائيه، تمام؟ هلا هون طلعوا ارتبطت عملت نيجاتيف سيلكشن، الخلايا التائيه ارتبطت بثايمك مدلل ابيثيليال سيل، هاي اماتشور تي سيل، وانعملها ستيميليشن ضد السيلف انتيجن. فشو على طول بتسوي الثايمك مدلل ابيثيليال سيل؟ بتعمل ديليشن لهي الخليه التائيه، بتعمل ديليشن لهي الخليه التائيه، وبصير لها ابوبتوسس، بصير لها ابوبتوسس. اوكي؟ هلا مرات وكل ارتباط قوي بين الام اتش سي كلاس 2 موليكيول او كلاس 1 وبين الخليه التائيه، تمام، بس ما بكون قوي كفايه انه هاي الخليه التائيه تقتل هاي الثايمك مدلل ابيثيليال سيل. شو ساعتها الثايمك مدلل ابيثيليال سيل تحكي لها انا بما انك انت ما حاولت تقتليني، انا راح اعطيك فرصه اخيره، ما راح اقتلك واتخلص منك، وانما راح احولك لريجولاتوري تي سيل، ريجولاتوري تي سيل. تذكروا الريجولاتوري تي سيل حكينا لهم وظيفه في التوليرانس، راح نشوف وظيفتهم بعد شوي، بس انه ممكن اذا صار في عندي سترونج بايندينج بتوين تي سيلز وبتوين ثايمك مدلل ابيثيليال سيلز، انهم ما ينقتلوا هذول التي سيلز، لا نحولهم للريجولاتوري تي سيلز. تمام،
وبالتالي نستفيد منهم. الريجولاتوري تي سيلز غالبا بيكونوا سي دي 4، سي دي 4 يجي بدهم يستجيبوا ضد هاي الثايمك ميدلا ريثيريال سيل، بس بدل ما تقتلهم هاي الثايمك ميدلا ريثيريال سيل بتحولهم للريجولاتوري تي سيل. تمام، بيعملوا على سطحهم شيء اسمه سي دي 25 غير سي دي 4 تبعهم، بيعملوا سي دي 25، بيعملوا جين جواتهم اسمه فوكس بي 3. فوكس بي 3 راح نحكي عنه شوي بعد شوي عن الريجولاتوري تي سيل، بس اجمالا تكونوا فاهمين. اذا بالمختصر عندنا في الثايمس تجي الخلايا التائيه بترتبط سواء على ميتشي كلاس 1 او ميتشي كلاس 2 على الثايمك ميدلر اكثيريال سيلز. اذا ارتبطت بشكل قوي اما بيصير لها نيجاتيف سيلكشن بنعملها ديليشن، واما بيصير لها تحويل لريجولاتوري تي سيلز. اوكي، اذا ريجاردينج لينفوكس دايما تشون ذا ثايمس ويجري ستيبس تبعون الماتوريشن، بيدخلوا اول شيء الثايمس تمام افتر ذي ليف ذا بون مارو وبتعرضوا للثايمك ميدلر اكثيريال سيلز. هذول الثايمك ميدلر اكثيريال سيلز بيكون على سطحهم ام اتش سي كلاس 1 وام اتش سي كلاس 2. تمام، هذول بكون عليهم بروتينات اسمهم IIRE الاوتو اميون ريجوليترز. ايش هذول الاوتو اميون ريجوليترز؟ بروتينات نسخ طبق الاصل عن بروتينات مشهوره في الجسم. تمام، هلا اف تي سيلز بايند سترونجلي تو ذا ثايمك سيلز الثايمس ويل جيت ريد اوف ذيس تي سيلز اند ذي ويل اندرجو ابوبتوسيس، فراح نتخلص من هذول التي سيلز، وهي عمليه بنسميها النيجاتيف سيلكشن. اوكي، لا سم اوف سترونجلي باوند تي سيلز ما راح نعملهم ابوبتوسيس، لا راح نحولهم لريجوليتوري تي سيلز تمام او تي ريج سيلز. هذول التيريك سيلز بنعملهم اكسبريشن سم جينز عشان يتحول لتيريك سيلز زي الفوكس بي 3 ونطلع على سطحهم سي دي 25 عشان يشتغلوا فيه البريفيرال توليرانس زي ما حنشوف بعد شوي. تمام، بالمناسبه الابوبتوسيس في تو باثويز اوف ابوبتوسيس، وشو هاي بتعرفوها من الباثولوجي عمليه الابوبتوسيس. وي هاف انترنسيك باثوي وحكيناها ايضا في الباثولوجي السنه الاولى لما شرحنا لكم الماده، في عندنا انترنسيك باثوي وفي عندنا اكسترنسيك باثوي. طيب الانترنسيك باثوي هو ببساطه في عندنا احنا بروتينات انتي ابوبتوتيك بروتينز وفي عندنا برو ابوبتوتيك بروتينز في الخليه. تمام، طول ما الوضع متوازن الخليه بتضل عايشه لمده حياتها الطبيعيه. اذا الانتي ابوبتوتيك بروتينز زادوا الخليه بتعيش فترات طويله وما بتموت، هذا بصير في الخلايا السرطانيه. في عندنا انتي ابوبتوتيك بروتينز زي بي سي ال2 والبي سي ال اكس ال، هذول بيزيدوا في الخلايا السرطانيه فبالتالي ما بصير فيها ابوبتوسيس. او مرات بتزيد البرو ابوبتوتيك بروتينز لما الخليه بدها تصير فيها ابوبتوسيس، تمام، زي البي اي كي بي اي كي والبي اي اكس. اوكي، هذول البرو ابوبتوتيك بروتينز بيزيدوا عن الانتي ابوبتوتيك بروتينز في الخلايا اللي بده يصير فيها ابوبتوسيس، هذا الشيء بواسطه الانترنسيك باثوي. بالتالي بصير في عندنا ليكج في السيتوكروم سي اللي موجود في الميتوكوندريا. تمام، فساعتها بنعمل اكتيفيشن لبعض الكاسبيز، وهذا الكاسبيز راح يعمل الابوبتوسيس في الخليه، راح يعمل ابوبتوسيس في الخليه. يعني انتم بالمجمل اذا طلعتوا حافظين انه في عندنا انترنسيك باثوي خلص كافي. تمام، وفي عندنا اكسترنسيك باثوي. الاكسترنسيك باثوي كيف بصير؟ بكون عندنا مثلا هاي الخليه التائيه بكون على سطحها ايش في على سطحها؟ بكون في عليها اف اي اس. تمام، في عليها اف اي اس، في عليها اف اي اس ريسبتور. بيجي على الثايمك ميدلر ابيثيليال سيل في عليها اف اي اس لايجند. تمام، في عليها اف اي اس لايجند. تمام، هذا اللايجند راح يرتبط بالاف اي اس ريسبتور راح يحفز عمليه الابوبتوسيس في هاي الخليه التائيه، راح يحفز عمليه الابوبتوسيس في هاي الخليه التائيه. اذا مره ثانيه عندنا الثايمك ميدلر ابيثيليال سيل هاي في عليها اف اي اس لايجند. تمام، في عندنا هنا الاف اي اس ريسبتور في الخليه التائيه. تمام، راح يرتبط الاف اي اس ريسبتور على مع الاف اي اس لايجند. تمام، بالتالي يتحفز الابوبتوسيس في الخليه وهي اسمها الاكسترنسيك باثوي. اوكي، في عندنا اف اي اس ريسبتور موجود على الابوبتوتيك سيل بيرتبط بالاف اي اس لايجند. هذا الشيء ليد تو كو اكسبريشن اوف ذيس ريسبتورز. اوكي، بالتالي راح يحفز انه تموت هاي الخليه. تمام، راح يصير في اكتيفيشن للكاسبيز ابوبتوسيس بواسطه الاف اي اس والاف اي اس لايجند. تمام، الاف اي اس ريسبتور والاف اي اس لايجند. اوكي، في عندنا بالمجمل انترنسيك باثوي واكسترنسيك باثوي. هذا ريجاردينج تي سيلز. ناو ريجاردينج بي سيلز، في عندنا 3 things that can occur for central tolerance. Central tolerance في البي سيلز وين بصير؟ بصير في البون مارو. تمام، بصير في البون مارو. ممكن يصير عندنا واحدة من هذول الشغلات الثلاثة، إما يصير عندنا إنه يصير في عندنا expression ل new immunoglobulin، expression ل new immunoglobulin نسميها gene rearrangement. تمام، نسميها gene rearrangement أو receptor editing. الريسبتور editing يعني أنا بعطي فرصة لهاي الخلية البائية في البون مارو ارتبطت بالسلف انتيجن وجات بدها تستجيب، بحكي لها اطلعي علي، انا ما راح اقتلك حطول زي ما عملت في التي سيل، لا انا راح اكون حنين معاكي، اعطيك مجال انك تغيري الريسبتور تبعك. تمام، تغيري الريسبتور تبعك، تعملي ريسبتور ايديتنج، تعملي ريسبتور ايديتنج. اوكي، تغيري الريسبتور تبعك بالتالي تتحولي الى نون سيلف رياكتيف بي سيل. تمام، نون سيلف يعني ما بتستجيب ضد السلف انتيجنز، بالتالي تصيري خليه بائيه طبيعيه. اذا ما زبط هذا الشيء بنعملها ديليشن ابوبتوسيس. تمام،
مرات بنبقي عليها ما بنقتلها مع انها استجابت بقوه، ما بنبقي عليها تمام، بس بنحولها لانرجي كبيسل. ايش معنى انرجي؟ انرجي معناها انه هاي الخليه از نوت اكتف، تمام، هي خليه طبيعيه. عدد الريسبتورز، طلعوا عدد الريسبتورز هون، الريسبتور واحد حاطين بالرسمه هنا، في عندنا عدد الريسبتورز كبير، تمام. في عندنا ريديوس ريسبتور اكسبريشن وريديوس سيجنالينج، بالتالي احنا حجمنا نشاطها بحيث اذا تعرضت ل شو اسمه، تعرضت لسلف انتيجن في الجسم ما راح تستجيب بالشكل المضبوط، بالتالي ما بتاذي الجسم، تمام. فحافظنا عليها، ما تخلصنا منها، نفس الوقت ما خليناها اكتف، صارت انرجيك بي سيل، تمام. الانرجي بيصير بس للبي سيلز في السنترال توليرانس، بس للبي سيلز في السنترال توليرانس. في البريفيرال توليرانس زي ما حنشوف بعد شوي ممكن يصير الانرجي لا البي ولا التي سيلز، تمام. لاحظوا انه الريسبتور ايديتنج ما كان موجود في البي سيلز. طيب اذا ريجاردينج بي لينفوسايتس شو اللي ممكن يصير؟ ريجاردينج بي لينفوسايتس وان اوف ذا ثري ميكانيزمز ويل هابن فور ذا سنترال توليرانس. اول شيء يصير في عندي ريسبتور ايديتنج. الريسبتور ايديتنج مين اللي راح يتغير؟ راح يتغير اللايت تشين، تمام، اللايت تشين والبي ري اكسبريس. تذكروا وين كان تركيب الاميونوجلوبولين؟ هيو هون. تذكروا في الاميونوجلوبولين كنا نحكي في عندنا تو هيفي تشينز، في عندنا تو هيفي تشينز، تمام، في عندنا تو لايت تشينز. هذول اللايت تشينز بس يصير في عندنا اكتيفيشن في الاميونوجلوبولين ضد سيلف انتيجين، على طول بنحكي له ارجع غير اللايت تشين. انت معك مجال تغير اللايت تشين تبعك، تعمل ريسبتور ايديتنج، تمام، في هذول اللايت تشين تغيرهم، بالتالي شو اللي بيصير؟ بالتالي بتغير السبيسيفيتي تبعتك للسلف انتيجن، وبتصير ما في اكتيفيشن للسلف انتيجن، بتبطل في اكتيفيشن للسلف انتيجن. اوكي، اذا سويت هذا الشيء ساعتها، اذا سويت هذا الشيء اللي هو بنسميه ريسبتور ايديتنج، راح نتركك بحالك، تمام. في عندنا اكسبريشن فور ذا لايت تشين نيو لايت تشين، وهاي النيو لايت تشين ويل بايند تو ذا بريفيوس فورمد هيفي تشين، تمام. هذا الشيء هو الموست كومن ميثود. اذا ما زبطت معنا بنعمل ديليشن. اف ايديتنج فيلز اما تشور بي سيلز ذات سترونجلي ريكوجنايزد سيلف انتيجنز ويل ريسيف ديث سيجنالز، اوكي، اند ذي ويل داي باي ابوبتوسيس، ذي ويل داي باي ابوبتوسيس، زي ما صار بالنيجاتيف سيلكشن بالتي سيلز، تمام. في عندنا نيجاتيف سيلكشن للبي سيلز اللي هي انه الخلايا اذا ما قدرنا نعمل ريسبتور ايديتنج نقتلها بالابوبتوسيس. ومرات بنعمل انرجي انه سم سيلف انتيجنز such as soluble proteins may be recognized in the bone marrow، تمام، بس برضه ما بتكون الاستجابه قويه، ما بتكون الاستجابه قويه كثير انه تقتل هاي الخليه لدرجه انه تقتلها تماما. فبالتالي احنا ساعتها بنحكي للبي سيل ما راح نقتلك انه تخلص منك، ما انك مش شرس لهالدرجه، بس بدنا نعملك functionally unresponsive، ندخلك في مرحله انرجيك، تمام، نخفض عدد الريسبتور، نخفض الانتيجن ريسبتورز ار ريديوسد، اوكي. So this cell will become anergic. Okay. هاي الصورة بتلخص central tolerance بالنسبة للبي والتي سيلز. بنقدر نعيد على السريع كل اللي حكيناه. بالنسبة للتي سيلز إما بصير عندي development للتي regulatory lymphocytes، وإما بصير عندي apoptosis، تمام. بالنسبة للبي سيلز حكينا إما بصير في عندي receptor editing، إذا ما ضبط receptor editing بصير عندي apoptosis، إذا ما ضبط بصير عندي شغلة مش موجودة هون على الرسمة، ألا وهي الانرجي، ألا وهي الانرجي. Okay. So again we have four T cells. We have developing of CD4. حكينا معظم الخلايا التائية الريجوليتر بتكون CD4 أصلها، تمام. في we have development of regulatory CD4 T cells أو apoptosis for B cells. We have changing in cell receptor, receptor editing or apoptosis or energy achieving energy. أوكي يا جماعة، هيك بنكون خلصنا central tolerance، تمام. خلينا ندخل يا جماعة على الكونسبت الثالث وهو البيرفيرال توليرانس. البيرفيرال توليرانس قبل ما ندخل عليه راح نحكي عن شغلة بتصير بالبايندينج بين خليتين، في أي خليتين بالجهاز المناعي. هلا يا جماعة for lymphocytes to be activated، lymphocytes خلايا زي ما تشايفين خلايا قوية وبتكون very specific، فلازم نكون متأكدين إنه إحنا عم ننشطها بالوقت المناسب، لازم نكون متأكدين إنه إحنا عم ننشطها بالوقت المناسب، ولازم يكون عندنا قدرة إنه نثبطها أيضاً في الوقت المناسب، تمام؟ لأنه إذا صارت في مشكلة في هاي المنظومة ممكن إنه يصير في عندنا autoimmune diseases زي ما شفنا، تمام؟ عشان الليمفوسايتس to be activated لازم يكون في عندنا two signals، مش signal واحدة لإنه ننشطها. مثلاً تعالوا لهون، هذا ارتباط أكيد كلكم عارفينه من المحاضرة الثالثة ومن كتير عندنا بين التي سيلز الهيلبر تي سيلز، تمام، الهيلبر تي سيلز اللي هم نايف لسه ما تنشطوا بالمره، وبين الدنتريتك سيلز، تمام، بين التي سيلز وبين الدنتريتك سيلز. الاصل انه الارتباط الاساسي بيكون بين مين؟ بين
التي سيل ريسبتور اللي موجود على سطح التي سيل، تمام، هذا التي سيل ريسبتور، وبين الام اتش سي كلاس 2 موليكيول. الام اتش سي كلاس 2 موليكيول اللي محمل بالبروتين او الانتيجين السبيسيفيك لهي التي سيل، تمام، فبصير في ارتباط بين الام اتش سي كلاس 2 موليكيول وبين التي سيل ريسبتور. وبالمناسبه بيجي السي دي 4، تمام، السي دي 4 بيكون موجود على سطح الخليه هون، وبرتبط بايضا الام اتش سي كلاس 2 عشان يعني زي انه يتاكد انه هذا الانتيجين تبعنا. سيبوني من الحكي هذا، هذا الارتباط كلنا عارفينه، وجود هاي السي دي 4 ما كنتوا بتعرفوا على التفصيله هاي ما مشكله، بس انه كلكم تعرفوا انه في ام اتش سي كلاس 2 موليكيول على الدنتيتك سيل بيرتبط بالنايف تي سيل على اساس انه نعملها اكتيفيشن. هلا عشان نكون متاكدين انه احنا بدنا نعمل اكتيفيشن، تمام، نكون متاكدين انه احنا بدنا نعمل اكتيفيشن، بصير في عندي شغله ثانيه، ارتباط اخر، تمام، من باب التاكيد، اسمه كو ستيميوليشن. كو ستيميوليشن بكون بين البي 7 اللي موجوده على الدنتيتك سيلز وبين السي دي 28 اللي موجود على التي سيلز. بكون في سي دي 28 على التي سيلز وبكون في بي 7 على الدنتريتك سيل، تمام. الارتباط هنا اذا تم مع هذا الارتباط ساعتها راح يصير في اكتيفيشن للتي سيلز. في اشياء ثانيه بتساعد على الاكتيفيشن زي بعض السيتوكاينز اللي بتفرز التي سيلز، سيبونا منها، تمام، تركونا منها. ركزوا لي هون انه في عندنا ارتباطين مش ارتباط واحد، الارتباط الاصلي اللي هو بين ام اتش سي كلاس 2 وبين التي سيل ريسبتور، وايضا كو بايندينج او كو ستيميوليشن بين البي 7 من الدنتيتك سيل وبين التي سيل. اذا ما كان هذا الكو ستيميوليشن موجود، ما كان موجود، there is no co stimulation, the activation will not occur. ومرات اذا ما كان موجود الليمفوسايت will achieve apoptosis، راح يصير في apoptosis في هذه الليمفوسايت. اذا for lymphocytes to be activated we have to bind the antigen to its receptor on the lymphocyte، تمام، زي ما شفنا مثلا من دنتيتك سيل وبين التي سيل، في عندنا تي سيل ريسبتور ارتبط ب ام اتش سي كلاس 2، وفي عندنا كوستيميوليتوري سيجنال، تمام، زي ما انتم شايفين هنا ارتباط بين البي 7 وبين السي دي 28 اضافه للارتباط بين ام اتش سي كلاس 2 وبين التي سيل ريسبتور. ايضا في مثال ثاني، في حال كنتوا دارسين المحاضره العاشره، ما بعرفش الدكتور انس نبه عليه ولا لا، بس احنا نبهنا عليه بشرحنا، قلنا انه في عندنا تو باثويز اوف اكتيفيشن فور بي لينفوسايتس، تي اندبندنت بي اكتيفيشن T dependent B activation. في عنا T independent B activation. في عنا T dependent B activation. T dependent B activation. حكينا متى هذا؟ لما يكون الانتيجين عبارة عن بروتين. تمام؟ ارتبط البروتين على سطح الخلية البائية. بدل ما بس ينقل إشارة، لا، هي نفسها الخلية البائية بتدخله لجوا وبتعمل له processing وبتطلعه على MHC class 2. تمام؟ من الجهة الأخرى التي سيل بتكون تعرضت لنفس الانتيجين ولها نفس specificity زي هاي البي سيل. تمام؟ ولقطت الانتيجين واتجهت هاي التي سيل عند البي سيل، بيلتقوا التي والبي سيل، تمام؟ فالتي سيل بترتبط به الام اتش سي كلاس 2 اللي عليه هذا البروتين، تمام، بواسطه التي سيل ريسبتور. بعدين التي سيل ريسبتور شو بتصير؟ تصير تفرز سايتوكاينز عشان تعمل فيري سترونج وفيري جود اكتيفيشن فور ذيس بي سيل، تمام؟ هذا الحكي حكيناه في محاضره البي سيل اكتيفيشن. حكينا ايضا انه هذا الارتباط بين الانتيجين والريسبتور لحاله مش كافي، بيكون في عندنا عده ارتباطات، منهم السي دي 40 ليجاند مع السي دي 40، تمام؟ فغير انه في هذا الارتباط الام اتش سي كلاس 2 بين البي سيل والتي سيل ريسبتور، طيب، على اساس انه نعمل اكتيفيشن قوي، احنا بنحكي عن تي سيل ديبندنت اكتيفيشن، تمام؟ تي سيل ديبندنت اكتيفيشن فور بي سيلز، نحتاج تي سيلز. غير هذا الارتباط بين التي والبي، في عندنا السي دي 40 ليجاند اللي موجود على التي سيلز، وفي عندنا السي دي 40 اللي موجود على البي سيلز. إذا ما تم هذا الارتباط مع هنا، ما راح تتنشط البي سيل، ما راح تتنشط البي سيل، ما راح يصير لها اكتيفيشن، ما راح يصير عندنا تي ديبندنت بي سيل اكتيفيشن. اوكي يا جماعة، ففهمنا الآن إنه بشكل عام ارتباطات، وكثير ارتباطات، بس إنه احنا دائما كنا نحكي عن الارتباطات بشكل عام، تمام، فما جبنا هاي سيرة هاي الكو ستيميوليشن، وجوز جبناها على السريع سواء في البي سيلز أو في ارتباط الدنتيتك سيلز بالتي سيلز، وأنتم المفترض إنكم تاخذوهم لقدام، بس دكتور نادر مفترض انكم ماخذينهم. على العموم هذول الكوستيميوليشن هلا كثير راح يعنونا في البيرفيرال توليرانس. ليه؟ لانه انا بكل بساطه ما دام ما في كوستيميوليشن الاكتيفيشن ما راح يصير، بقدر اشطب الكوستيميوليشن علشان اعمل بيرفيرال توليرانس، تمام، بقدر اخلي مثلا الدنتيتك سيل، انا ما بدي انشط هلا التي سيل، فبحكي للدنتيتك سيل يعطيك العافيه اطلعيش البي 7 على سطحك، بدناش ننشط هاي التي سيل حتى لو لقينا الانتيجن، تمام. مثلا نفترض انه لقينا سيلف انتيجن، شو بدنا ننشط التي سيل؟ وهي تي رياكتيف سيل، تمام، ساعتها انا بعمل بيرفيرال توليرانس، او مثلا نشطنا التي سيل بما فيه الكفايه، خلص وقف اخفي هذا البي 7، تمام. كذلك التي سيل نفسها، هي نفسها بتعرف انه انا صار لي اكتيفيشن ما فيه الكفايه، لازم اوقف. راح نشوف بعد شويه انه في عندنا 3 ميكانيزمز فور ليمفوسايتس، تمام، اللي بتعملهم عشان تو اتشيف بيرفيرال توليرانس، تو اتشيف بيرفيرال توليرانس. شو هم؟ اول شيء نعمل سبريشن
لا الليمفوسايتس بوسط تي ريجولاتوري سيلز او ريجولاتوري تي سيلز تي ريج سيلز. اوكي الشغله الثانيه اللي ممكن نعملها فانكشنينج فانكشن ان اكتيفيشن او الانرجي، تمام. فممكن نعمل التي سيل انهبيشن بواسطه تي ريجولاتوري سيل، تمام، او ممكن نعمل التي سيل انرجي. الانرجي تذكروا لما كنا بنحكي عن السنترال توليرانس حكينا الانرجي ما بتصير الا للبي سيلز، بينما بالبريفيرال توليرانس ممكن يصير للتي سيلز وممكن يصير للبي سيلز. الشغله الثالثه اللي ممكن نسويها هي انه تو اتشيف ابوبتوسيس ان ذس سيل، تو اتشيف ابوبتوسيس ان ذس تي ليمفوسايت. اوكي خلينا نبدا بالتي ريجولاتوري سيل، حكينا عنها بعض المعلومات، ذكرنا انه على فتحها بكون في عندنا تي دي 25 ومعظمهم التي ريجولاتوري سيلز. من وين اجوا اصلا اذا بتتذكروا على الصوره؟ تمام، حكينا التي ريجولاتوري سيلز بكونوا بالثايمس، ارتبطوا للسلف انتيجن بس اعطيناهم فرصه انهم ما دام ما قتلوا هاي الثايمك او ما حاولوا يقتلوا الثايمك ثيليال سيل، اعطيناهم فرصه انه بدل ما نقتلهم نحولهم لريجولاتوري تي سيل. وبالمناسبه ممكن انهم يعملوا ريكوجنيشن للانتيجن في السكندري ليمفويد تيشوز، تمام، اذا هربوا من الثايمس، وايضا بنعطيهم فرصه ونحولهم لريجولاتوري تي سيلز، بنحولهم لريجولاتوري تي سيلز. اذا في عندنا ريجولاتوري تي سيلز حكينا على سطحهم بيكون في عندنا سي دي 25، غالبهم بيكونوا سي دي 4، غالبهم بيكونوا هيلبر تي سيلز تحول لريجولاتوري تي سيلز، وعادة they express a transcription factor اسمه FOXP3، They are formed in the thymus mostly. وممكن sometimes they are formed in the lymph node. Okay. هلا متى بتصنعوا؟ طبعا حكينا when they bind strongly to a self antigen بس الجسم ما بتخلص منهم، بدل ما يتخلص منهم يعملهم apoptosis بيحولهم لا regulatory T cell. كيف ها بيعملوا الفانكشن تبعهم؟ How T reg cells achieve their function. في ثلاث طرق لانهم يعملوا الفانكشن تبعهم. اول شيء they produce some cytokines، تمام، that are inhibitory cytokines زي الانترلوكين 10 والتي جي اف بيتا. هذول الانترلوكين 10 والتي جي اف بيتا تفرزهم الخلايا التائيه التي ريج سيلز اساس انها تعمل inhibitory ligands على بعض الخلايا المناعيه زي الدنتريك سيلز وزي ايضا some macrophages وsome بي سيلز، تمام. المهم انه على بعض الخلايا بتفرز انترلوكين 10 وبتفرز تي جي اف بيتا، تمام. فهذولا عباره عن inhibitory cytokines that inhibits some lymphocytes and inhibit dendritic cells and inhibit macrophages، تمام، inhibit some lymphocytes such as B cells ودendritic cells وماكروفاجز. فهاي الميكانيزم الاولى تبعت التوليرانس اللي بتعملها تفرز هذول السيتوكاينز. طبعا اهم واحده منهم هي الدندريتك سيل، ليه؟ لانها بتعمل اكتيفيتنج، ثانيا بتعمل اكتيفيتنج للهيلبر تي سيل، والماكروفاج كمان بتعمل اكتيفيتنج للاول اللي هي اكتيفيتد هيلبر تي سيل، تمام. الدنتريك سيل بتعمل اكتيفيتنج للنايف تي سيل، اذا بتتذكر هذا اللي حكيناه بالمحاضره الماضيه وعدناه كثير قبل هيك. وكذلك بتعمل اكتيفيشن للليمفوسايتس، عفوا تعمل انهبيشن للليمفوسايتس، تمام. السيتوكينز دول بيعملوا انهبيشن للليمفوسايتس للبي سيلز مينلي. ليش البي سيلز؟ انهم دخل بالتي سيلز، فناسب انه نحكي عن هذول الانترلوكين والتي جي اف بيتا لانه كلهم متعلقين هذول بالتي سيلز، هذول بيعملوا اكتيفيشن للهيلبر تي سيلز وهي لهم علاقه بالتي ديبندنت ب سيل اكتيفيشن. اوكي، اذا المحصله التي ريجولاتوري سيل اول شيء سكريت سم سايتوكاينز ذات ار انهبيتوري سايتوكاينز، تمام. ايضا ات اكسبريس سم ريسبتورز اون ات سيرفيس زي سي تي ال اي 4 والبي دي 1. ايش هذول وظيفتهم؟ سي تي ال اي 4 اذا بتتذكروا لما حكينا عن التي سيل الهيلبر تي سيل حكينا الهيلبر تي سيل بترتبط بالسي دي 25 على البي 7 الموجود على الدنتريك سيل عشان يصير كوستيميليشن تعمل اكتيفيشن. هلا بتيجي مرات انا نرسمها هون انه هون اوضح، هون نغير لون. تيجي مرات هنا ريجولاتوري تي سيل، تمام. هاي الريجولاتوري تي سيل بيكون على سطحها سي تي ال اي 4، تمام. السي تي ال اي 4، سي تي ال اي 4 عنده قدره ايضا انه يرتبط مع البي 7 الموجود على الدنتريك سيل، تمام، يرتبط على البي 7 الموجود على الدنتريك سيل. بالتالي راح تيجي هاي التي ريجولاتوري سيل وترتبط هون مكان ما كانت مرتبطه التي هيلبر سيل، تمام. ما راح ترتبط التي هيلبر سيل، ما راح يصير فيه كوستيميوليشن، وايضا هاي ريجولاتوري تي سيل مرات بترتبط هون في هذا البي 7 وبتقتلعه، تمام، بتعمل له ريموفينج من الخليه كامله من الدنتريك سيل. بالتالي ما راح يصير عندي كوستيميوليشن، ما راح يصير فيه اكتيفيشن للهيلبر تي سيل. اوكي، إذا صرنا حكينا عن شغلتين، الشغلة الأولى production of some inhibitory cytokines بتعملهم ال T regulatory cells. الشغلة الثانية إنه بتعمل expression لل CTLA4، تمام، بتعمل expression لل PD1. اتذكروا
لما حكينا عن البرودكشن اوف انهبيتوري سايتوكاينز حكينا انه ممكن يطلعوا هذول الانهبيتوري سايتوكاينز بيطلعوا على هذول الخلايا زي الدنتريتك سيلز والماكروفاج والليمفوسايتس سم انهبيتوري لايجانز زي البي دي ال 1 تمام البي دي ال 1 تمام مش بس بيعملوا انهبيتوري لايجانز ايضا بيطلعوا الريسبتورز يرتبطوا بهذول الانهبيتوري لايجانز هذول التي سيلز اوكي وانا حكينا عن البرودكشن اوف سايتوكاينز وحكينا هذول السايتوكاينز زي الانترلوكين 10 والتي جي اف بيتا هذول شو بيسووا حكينا بيعملوا انهبيشن للليمفوسايتس والدنتريتك سيلز والماكروفاج تمام هذول كيف بيعملوا انهبيشن بيطلعوا البي دي ال 1 مين راح يرتبط البي دي ال 1 ايضا التي سيل بالميكانيزم الثانيه تمام تعمل اكسبريشن للبي دي 1 تعمل اكسبريشن للبي دي 1 اللي هو راح يرتبط بالبي دي 1 ليجاند تمام البي دي 1 ليجاند وايضا زي حكينا بتعمل اكسبريشن للسي تي ال اي 4 هذا حكينا بيرتبط على مين بيرتبط مكان بيرتبط على البي 7 تمام مكان المفروض يرتبط التي هيلبر سيل بي سي دي 28 تمام فبيعمل انهبيشن لانه بروح الكوستيميوليشن ايضا ممكن يقتله تمام عارف انه الموضوع بلخبط عشان هيك عم نعيد كثير اخر شغله كونسيومينج انترلوكين 2 باي سي دي 25 هلا حكينا على سطح الخليه التائيه الريجوليتوري تي سيل في عندي سي دي 25 تمام هلا بشكل طبيعي في عندي انترلوكين 2 انترلوكين 2 هذا شو بيساوي الانترلوكين 2 هذا المفترض وظيفته انه ينشط الخلايا التائيه ينشط الخلايا التائيه شو بتيجي بتعمل الخلايا التائيه الريجوليتوري تيجي بتاخذ هذا الانترلوكين 2 تحاول تستهلكه قبل ما يوصل للخلايا التائية الثانية تمام الريجولاتوري زي انها بتعمله consuming before other T cells benefit from it فكانها بتلتهمه الخلية التائية الريجولاتوري تمام بكون عندها high levels of interleukin 2 receptors اللي هم CD25 أساس انها تاخذ الانترلوكين 2 قبل ما يوصل للخلايا التائية العادية اللي هم الهيلبر والسيتوتوكسيك وما ينشطهم تمام فهي بتستهلكهم قبل ما هو ينشطهم اذا ممكن نعيد نعمل ريكاب سريع وين الصورة هنا نقدر نحكي انه عندنا بالريجوليتوري تي سيلز 3 ميكانيزمز اول ميكانيزم انهم بيفرزوا سم انهبيتوري موليكيولز تمام سم انهبيتوري انترلوكين 10 و تي جي اف بيتا هاي الشغله الاولى الشغله الثانيه ذي اكسبريس اون ذير سيرفيس سي تي ال اي 4 وايش الشغله الثانيه بيفرزوا على سطحهم كذلك البي دي 1 تمام البي دي 1 بروجرام ديث 1 تمام اللي هو بيعمل انهبيشن وايضا له دخل في الابوبتوسس زي ما حنشوف بعد شوي والشغله الثالثه اللي بيعملوها انهم بيطلعوا سي دي 25 على سطحهم عشان يستهلكوا الانترلوكين 2 قبل ما يوصل للخلايا التائيه الثانيه بيعملهم اكتيفيشن اوكي هنا ممكن تشوفوا كيف انه في عندنا البي دي ال 1 ارتبط على سطح مين على سطح بيكون موجود على الماكروفاج وارتبط على الخلايا الثانيه هاي استنوا شوي بس عشان ما نلخبط الامور احنا هيك نقدر نحكي انه خلصنا الحديث اول شيء عن الريجوليتوري تي سيلز تمام خلصنا الحديث عن الريجوليتوري تي سيلز تمام بعد ما خلصنا الحديث عن الريجوليتوري تي سيلز اللي هي الميكانيزم الاولى تمام الميكانيزم الاولى في البيريفيرال توليرانس تبعت البيريفيرال توليرانس تبعت التي لينفوسايتس نيجي للميكانيزم الثانيه اللي هي الفانكشنال ان اكتيفيشن الفانكشنال ان اكتيفيشن بالفانكشنال ان اكتيفيشن هلا خلصنا التي ريجوليتوري سيلز تمام الفانكشنال ان اكتيفيشن شو اللي بيصير الخلايا التائية نفسها تمام الخلايا التائية نفسها بتصير تطلع بي دي 1 بتصير تطلع بي دي 1 بتصير تطلع سي تي ال اي 4 تذكروا هذول حكينا عنهم قبل شوية في التي ريجوليتوري سيلز تمام هون هلا ما عم نحكي عن التي ريجوليتوري سيلز لا هلا عم نحكي عن الانرجي عم نحكي عن الخلايا التائية نفسها بعد ما مضت وقت طويل على استجابتها وخلاص عرفت انها لازم توقف بدل ما تطلع سي دي 28 يرتبط بهاي البي 7 بتصير تطلع سي تي ال اي 4 تمام عشان يرتبط بالبي 7 ويقتلع البي 7 على الماء الدنتريتك سيلز وهي نفسها خلاص تخرب الكوستيميوليشن على حالها تخرب الكوستيميوليشن على حالها عشان عرفت انه الجسم بطل محتاجها وكذلك بتطلع بي دي 1 تمام بتطلع بي دي 1 على سطحها اساس انه ترتبط بالبي دي ال 1 اللي موجود على سطح الدنتريتك سيل وبالتالي خلص توقف وظيفتها وانه توقف يعني تعمل انرجي ومرات بتروح للابوبتوسس تمام هلا عم نحكي عن الانرجي ففي عندنا طريقتين للانرجي بالنسبه للتي سيلز للتي سيلز اول شيء انه هم نفسهم سي تي ال اي 4 يطلعوا على سطحهم حكينا السي تي ال اي 4 حكينا عنه قبل شوي لما حكينا عن الريجوليتوري تي سيل هلا ما عم نحكي عن الريجوليتوري تي سيل حنحكي عن التي سيل نفسها هي نفسها بتصير تطلع سي تي ال اي 4 وممكن تطلع بي دي 1 تمام على اساس انه خلص تعمل انرجي لحالها اذا فانكشنال ان اكتيفيشن او الانرجي التي سيل از ان اكت بس فانكشنالي ان اكتيف شو بتسوي تمام اول شيء بتطلع على سطحها يا اما سي تي ال اي 4 او بتطلع على سطحها بي دي 1 تمام هذا الشيء بصير بس تخلص الاكتيفيشن تبعها او انه خلص الجسم بطل محتاجها اوكي
زي ما حكينا هيك بتخرب الكوستيميوليشن بهاي الحالتين، تمام، تخرب الكوستيميوليشن، وبالتالي راح نوقف الاكتيفيتنج سيجنالز، راح نوقف الاكتيفيتنج سيجنالز. بل في بعض الاحيان نفس الريسبتورز اللي هم تبعون السيجنال الاساسيه تبعون التي سيلز بدخل لجوا بنعمل لهم اندوسايتوسيس، تمام، وبتكسروا جوا، بتكسروا جوا. فاحنا في التي سيل خلص فهمنا انه لازم نوقف الاكتيفيشن، ندخل الريسبتور تبع التي سيل لجوا ونحطمه، تمام. هذا الشيء بيصير بواسطه ايش؟ بيصير واسطه السي تي ال اي 4 والبي دي 1. عارف انه الموضوع ملخبط عشان هيك كثير عن بعيد، وهلا راح نرجع بصوره واحده نلم الامور كامله. اخر شغله ممكن تصير للبيرفيرال تي سيلز انه يصير عندنا ابوبتوسيس، تمام. الابوبتوسيس كيف ممكن يصير؟ ممكن انه على الخلايا التائيه يصير في عندنا اف اي اس يرتبط باف اي اس ليجاند. هذا الشيء حكينا عنه انه ممكن يصير في سنترال توليرانس، سنترال توليرانس. هلا مره ثانيه بنعيده في البيرفيرال توليرانس، تمام. الخلايا التائيه بتصير تطلع اف اي اس، هذا بالنسبه للاكسترنزك باثوي، ممكن تحفز الاكسترنزك باثوي از ويل، اوكي. بس بالنسبه للاكسترنزك باثوي بتصير تطلع اف اي اس، يرتبط عليها اف اي اس ليجاند من خلايا مناعيه اخرى، تحفز الكاسبيز اللي جواتها، بصير في ابوبتوسيس بالخليه. مرات الخليه التائيه نفسها، تمام، خلص تعرف انه الجسم بطل محتاجها، هي نفسها بتطلع اف اي اس وبتطلع اف اس ليجاند، تمام، بتطلع اف اي اس ريسبتور وفي اي اس ليجاند وبتعمل ابوبتوسيس لحالها. هلا الناس اللي عندهم ميوتيشنز في الاف اي اس والاف اي اس ليجاند رح يكون في عندهم مشكله بالبريفرال توليرانس ومشكله بالسنترال توليرانس، بصير في عندهم حاله بنسميها اوتو اميون ليمفو بروليفراتيف سيندروم، رح نحكي عنها بعد شوي في الاوتو اميون ديزيزز، بس حبيت يعني انه اجيب سيرتها، تمام، اجيب سيرتها قبل ما نيجي للاوتو اميون ديزيزز. اذا وي كان ريكاب تي سيلز، حكينا في عندنا 3 ميكانيزمز فور بيريفيرال توليرانس. اول شيء تي ريجوليتوري تي سيلز، الشغله الثانيه الانرجي، الشغله الثالثه الابوبتوسيس. الشغله الاولى بالنسبه للتي ريجوليتوري تي سيلز ايضا يندرج تحتها ثلاث شغلات. اول شيء نعمل سكريشن للانهبيتوري سايتوكاينز زي الانترلوكين 10، زي ايش الشغله الثانيه اللي هي البي اف شو اسمه البي اف جي بيتا، البي اف جي بيتا، تمام. وهي الشغله الاولى. الشغله الثانيه ممكن نصير نطلع على سطح الريجوليتوري تي سيلز CTLA4 و شو اسمه PD1، تمام، CTLA4 و PD1 على اساس انه نعمل ريجوليشن. والشغله الثالثه بيكون على سطح الريجوليتوري تي سيلز CD25 ذات كونسيوم انترلوكين 2، انترلوكين 2 تمنع الانترلوكين 2 انه يروح يحفز الخلايا التائيه الاخرى. خلصنا من الريجوليتوري تي سيل، نيجي للشغله الثانيه الانرجي. الانرجي حكينا انه احنا بنحاول نكسر الكوستيميوليشن علشان التي سيل ما تقدر يصير فيها اكتيفيشن، فبتوقف، تمام، بتوقف الاكتيفيشن تبعها، تمام. كيف بنسوي هذا الشيء على التي سيل نفسها؟ سيبنا من الريجوليتوري تي سيل، التي سيل نفسها بصير يطلع بدال السي دي 28 اللي بيرتبط بالبي 7 بصير يطلع سي تي ال اي 4، مرات بيطلع بي تي 1. بي تي 1 اصله انه بيعمل انرجي، ومرات له دخل بالابوبتوسيس اللي هي النقطه الثالثه. النقطه الثالثه الابوبتوسيس، في عندنا انترنزك واكسترنزك باثوي. الاكسترنزك باثوي حكينا ايش بصير، في اف اي اس بيرتبط بالاف اي اس ليجاند، الاف اي اس بيكون موجود على سطح الابوبتوتيك سيل اللي هي التي سيل، وبيرتبط بي اف اي اس ليجاند على اسطح خلايا اخرى. ومرات الاف اي اس نفسه بيكون موجود على الخليه التائيه وبيرتبط على اف اي اس ليجاند موجود على نفس الخليه عشان يعمل ابوبتوسيس. هاي العمليه بنسميها سيلف ساكرايف، تمام، سيلف ساكرفايس. هيك خلصنا بالنسبه للتي سيلز اللي هو الكونسبت اكثر واحد ملخبط فيهم. نحكي عن البي سيلز. البي سيلز شغلتهم بسيطه، التولرنس فيهم خفيف، ولانه التولرنس فيهم خفيف زي ما راح نشوف بعد شويه في الاوتو اميون ديزيزز انه اكثر الاوتو اميون ديزيزز بيصيروا فيه البي سيلز. في عندنا 3 ميكانيزمز فور بيرفيرال تولرنس فور بي سيلز، في عندنا ابوبتوسيس، في عندنا سبريشن باي تي ريجوليتوري سيلز، وفي عندنا الانرجي، اوكي. في عندنا ميكانيزمز حكينا عنهم لطلعوا بالنسبه لل شو اسمه الابوبتوسيس، بيعملوا ابوبتوسيس في الاكسترنزك باثوي، في عندنا فاست ليجاند وفاست ريسبتور، تمام، اللي موجود على البي سيل. هذا الشيء بحفز الابوبتوسيس، اوكي. لاحظوا ايضا انه في عندنا انرجي في بوث سنترال اند بيريفيرال توليرانس ريجاردينج بي سيلز. ريجاردينج تي سيلز فقط عندنا بيريفيرال انرجي، بيريفيرال في عندنا توليرانس فقط في في عندنا انرجي فقط في البيريفيرال توليرانس، في عندنا انرجي فقط في البيريفيرال توليرانس، اوكي. في شغله مش موجوده في السلايدات بس اخذتوها في المحاضرات الماضيه، كنا في نحكي في عندنا انواع مختلفه من الاف تي ريسبتورز. شوف هذه الصوره هون، في عندنا انواع مختلفه من الاف سي ريسبتور. في اف سي ريسبتور بيكون موجود على البي ليمفوسايت، تمام، اف سي ريسبتور 2 بيتا، اف سي ريسبتور 2 بيتا. هذا الاف سي، عفوا، اف سي جاما ريسبتور 2 بي، اف سي جاما ريسبتور 2 بي. ايش هذا الاف سي جاما ريسبتور 2 بي؟ هذا بيكون موجود على الخليه البائيه،
تمام. اف سي ريسبتور معناته راح يرتبط بالانتي بودي من الاف سي بورشن، تمام. نفترض انه عندنا هي انتي بودي راح يرتبط فيه من الاف سي بورشن. طيب ليش في ريسبتور للانتي بودي على الخليه البائيه نفسها؟ لما الخليه البائيه تفرز كثير انتي بوديز بيجوا الانتي بوديز من الاف سي بورشن يصيروا يرتبطوا هنا على الاف سي ريسبتورز ويصيروا يحكوا للخليه البائيه بكفي احنا انفرزنا بكميه كافيه، فبيعملوا فيدباك انهبيشن للبي سيلز. هذول ممكن نعتبرهم هاي الميكانيزم الرابعه، على الرغم انها مش مذكوره بالمحاضره بس ذكرناها لما ذكرنا الاف سي ريسبتورز وين في محاضره الانتي بوديز، تمام، في محاضره الانتي بوديز، فممكن نعتبرها من البريفرال توليرانس تبعت البي سيلز. اوكي، اذا نعيد على السريع شو حكينا بالنسبه للبي سيلز. في عندنا اول شيء ممكن يصير لهم انرجي، ممكن يصير لهم ديليشن في البريفرال توليرانس، ممكن يصير لهم ريجوليشن، تمام، باي انهبيتوري ريسبتورز باي تي ريجولاتوري تي سيلز، تمام، تي ريجولاتوري سيلز، تمام. حكينا الشغله الرابعه ممكن ايش يصير، ممكن انه يصير فيدباك انهبيشن من الانتي بوديز. هاي الصورة بتلخص، حطيتها كنرجع من أثموسس جبتها، بتلخص كل الريجوليشن بالنسبة للتي والبي سيلز. أوكي، بتلخص كل الريجوليشن بالنسبة للتي والبي سيلز. بالنسبة للتي سيلز حكينا في عنا ثلاث شغلات، تي ريجولاتوري سيلز، أوكي، هاي الشغلة الأولى. تي ريجولاتوري سيلز بتشتغل بثلاث شغلات، أول شيء كونسيوم انترلوكين 2 بوست سي دي 25، أيضا سكريت أنتي انفلاماتوري سايتوكاينز زي الانترلوكين 10 وزي البي دي اي والبي جي اف بيتا، تمام. الشغلة الثالثة انها اكسبرس اون سيرفيس سي تي ال اي 4، وكذلك ايش الشغلة الثانية اللي هي البي دي 1، تمام. هذا بالنسبة للتي ريجولاتوري سيلز. الشغلة الثانية الانرجي بالنسبة للتي سيلز نفسهم سواء الهيلبر او السايتوكسيك، خصوصا الهيلبر، احنا بنحكي عن الهيلبر، بطلوا يفرزوا سي دي 28 اللي حيرتبط بالسي دي بالبي 7، لا، بيصيروا يطلعوا شغلة ثانية اللي هي سي تي ال اي 4، سي تي ال اي 4، تمام، ايضا بيطلعوا البي دي 1 على سطحهم. والشغله الثالثه انهم بيعملوا ابوبتوسيس التي سيل. كيف؟ عندنا انترنزك واكسترنزك باثوي. بالنسبه للاكسترنزك باثوي في عندنا اف اي اس حيطلع على سطحهم بيرتبط به اف اي اس لايجان، هذا بالنسبه للتي سيلز. بالنسبه للبي سيلز اما بيصير لهم انرجي اما بيصير لهم ابوبتوسيس نفس اللي بيطلع على سطحهم اف اي اس، اما بيصير لهم انهبيشن بواسطه التي سيلز، واما حكينا شو اسمه انتي بوديز بيرتبطوا بالاف سي جاما ريسبتور، تمام، اللي هو اف سي جاما ريسبتور 2 بي، اف سي جاما ريسبتور 2 بي. اوكي، هيك خلصنا اكثر كونسبت خيم. بنضل شغله واحده اخيره قبل ما نخلصه، بيفور وي اكزام توليرانس، ليتس انسر ا كويستشن. واحد حيسالنا سؤال، ليش ما في عندنا اميون ريسبونس اجينست نورمال فلورا، وليش ما عندنا اميون ريسبونس في الام ضد جنينها؟ تمام، بريجننت وومن دونت هاف اميون ريسبونس اجينست فيتال انتيجنز. هلا الجنين الانتيجنز تبعينه اكيد مختلفين عن الانتيجنز تبعين الام، والبكتيريا والفنجاي الموجوده على سطح الجسم ايضا هم المفروض انهم نون سيلف انتيجنز، ليش الجسم ما بيستجيب ضدهم؟ الجواب بواسطه التوليرانس. هلا الميكانيزم زي ما حكينا، جبنا هاي السيره في البكتيريا، تمام، الميكانيزم از نون نون، بس يعني بشكل عام اكيد التوليرانس لها دخل، اكيد التوليرانس لها دخل. لاحظوا انه دائما بين الام وجنينها في مبادره، في باي دايركشنال ترانسفير، تمام بين السيلز بتوين بوث، تمام، بين خلايا الام وخلايا الجنين، انه في تبادل بين المواد الغذائيه اللي بتنتقل من الام للجنين ومن الفضلات تبعت الجنين للام اللي هي مايكرو كيميريزم، العمليه نسميها مايكرو كيميريزم، تمام. فاذا كان الفيتس، تمام، اميونو ديفيشنت والام از اميونو كومبتنت، ممكن اذا ما في عندنا توليرانس، تمام، لانه بشكل طبيعي الجنين اصلا هو بيكون اميونو ديفيشنت ما فيه مناعه، فلازم يكون في عندنا توليرانس. إذا ما صار في عندنا توليرانس، الجهاز المناعي تبع الأم بصير يعمل شغلة بنسميها Graft versus host disease، تمام؟ بصير يهاجم الجنين نفسه، بصير يعتبر الجنين إنه جسم غريب، بصير يهاجمه. هذا الإشي بيأثر سلباً على الجنين، بقتله، بيأثر سلباً على الأم، تمام؟ بيأثر سلباً على الأم. هلا يعني في معلومة مش مهمة، في عندنا two theories نحكي عنهم على السريع كمعلومات خارجية. في نظرية أولى اسمها الهايجين ثيوري. الهايجين ثيوري بتحكي إنه الجسم كل ما تعرض لأنتيجنز أكثر الديفلوبمنت تبع الاميون سيستم بيطلع احسن، تمام. واصلا لانه احنا زادت السانيتيشن تبعتنا، زاد التعقيم في حياتنا في الفترات الاخيره، تمام، زاد التعقيم، بالتالي صار في عندنا مشكله في انه ما نتعرضش لكثير انتيجنز، فاللي صار معنا بالاخر انه صار عندنا كثير اوتو اميون ديزيزز، تمام، صار في عندنا مشكله في الديفلوبمنت، صار عندنا اوتو اميون ديزيزز، بينما زمان كان عندهم كثير انتيجنز. هاي الهايجين ثيوري، تمام. هلا في نظريه اخرى بتحكي لك لا، انه كل ما الانسان قلت المايكرو اورجانيزمز اللي تعرض لها ما راح يصير في عنده كثير اوتو اميون، ما راح تصير عنده كثير اوتو اميون ديزيزز، تمام. هلا يعني اذا بدنا ننظر لهذول النظريتين
بالنسبه للجنين، اول شيء اذا البيبيز هاف هاير مايكرو كيميريزم، المفترض حسب النظريه الاولى انه هاير بروبابيلتي تو ديفلوب اوتو ايميون ديزيزز لانه متعرض لانتيجنز كثير، بينما حسب الهايجين ثيوري تمام ما انه البيبي مش عم بتعرض لكثير انتيجنز تمام، المفروض انه يصير له اوتو ايميون ديزيزز، مع انه عم بتعرض لكثير انتيجنز ساعتها ما راح يصير له الاوتو ايميون ديزيزز تمام. خلصنا ازنا كونسبت، هلا ضل الاوتو ايميون ديزيزز راح نمشي عليهم على السريع لانه كثير طولنا بالمحاضره، سهلين هم. في عندنا تو تايبس اوف اوتو ايميون ديزيزز، منهم اللي بيكون افكتنج وان اور فيو اورجانز تمام، بيكون سبيسيفيك لاورجانز معينين، منهم بيكونوا منتشرين في الجسم كله. عاده الاوتو ايميون ديزيزز بتيجي من الانتي باديز من البي سيلز، لانه التولرنس زي ما حكينا قليل حكينا عنه، وممكن يصير في التي سيلز تمام، ممكن يصير في عندي فقد في التولرنس. بالمناسبه الاوتو ايميون ديزيزز ما بيصير من سبب فقط فقد التولرنس، هو مالتي فاكتوريال ديزيز، مالتي فاكتوريال ديزيز ممكن يصير بسبب الجينات، ممكن يصير بسبب البيئه، يعني في عده اسباب تمام. الاوتو ايميون ديزيزز عموما يعني تقريبا من 2 ل 5% من البوبوليشن بكونوا مصابين فيهم في الديفلوبد كونتريز تمام، في الدول المتطوره. واحدة من الأشياء اللي بتفسرها هاي الهايجين ثيوري، زي ما حكينا الهايجين ثيوري كل ما الإنسان قلل تعرضه للأنتيجنز بيحكي لك إنه راح تزيد نسبة حصول الأوتو إيميون ديزيزز تمام. هلا بالمناسبة شو اسمه الأوتو إيميون ديزيزز بيختلفوا عن أنكنترولد إيميون ريسبونس، أنتوا ما أخذتوا أكيد عن أنكنترولد إيميون ريسبونس ولو إنه الدكتور افترض إنه أخذتوهم، خلنا نشرح السريع. هلا في بعض البكتيريا والفيروسات اللي بتعمل شغلات سموم مثلا، أو هي نفس البكتيريا بتكون تسوي شغلة اسمها سوبر أنتيجين. إيش هي السوبر أنتيجين؟ هلا ممكن انه مثلا بشكل طبيعي التي سيل ريسبتور يرتبط على ام اتش سي كلاس 2 ارتباط طبيعي ويصير في استجابه طبيعيه، ومرات ما بيصير في ارتباط اصلا، يعني زي هون مثلا ما في كومبلمنتري تمام، ما في زي التوافق بين التي سيل ريسبتور وبين الام اتش سي كلاس 2، فالمفروض ما يرتبطوا اصلا. بس شو بيسوي السوبر انتيجين؟ بيجي بيمسكهم الاثنين وبربطهم غصب عنهم تمام، بربطهم غصب عنهم بقوه شديده، بصير في عندنا فيري سيفير اكتيفيشن، فيري سيفير اكتيفيشن فور الهيلبر تي سيل، بالتالي بتصير استجابه مناعيه انكنترولد activation for immune response وبصير في اذيه للجسم تمام. هاي الشغلات بتصير بالسوبر انتيجنز، ما بدي تعرفوا لي اياها كثير هلا لانه انتم ما اخذتوها، بس يعرفوا انه الانكنترولد immune response تختلف عن الاوتو اميون ديزيزز، تختلف عن الاوتو اميون ديزيزز. طيب الاوتو اميون ديزيزز زي ما حكينا ممكن تصير بسبب genetic factors، ممكن تصير بسبب environmental factors، ممكن تصير بسبب failure of tolerance to occur تمام. نيجي للجينيتك فاكتورز، الجينيتك فاكتورز عاده دي افكت ام اتش سي الليل تمام، الام اتش سي سواء كلاس 1 او كلاس 2. ام اتش سي ممكن له اسم ثاني اللي هو ال HLA نفس المعنى، بس الفكره انه في كان فريق باحث اكتشف ال MHC اول شيء في الفيران، بالتوازي مع فريق باحث اخر اكتشف نفس ال MHC في الناس، هذول سموهم HLA، هذول سموهم MHC تمام، واللي تبعون تسميه الفيران درجه اكثر. المهم عاده بصير في ميوتيشنز في ال MHC alleles اوكي، ممكن تسبب بعض الامراض، وشوفوا انهم بيزيدوا الريليتيف ريسك تمام، بيزيدوا الريليتيف ريسك. كيف يعني بيزيدوا الريليتيف ريسك؟ يعني المشكلة هنا ما راح تصير عندي إنه إذا صار ميوتيشن على الأكيد راح يصير مرض، لا، بس بتزيد نسبة احتمالية حدوث المرض. فميوتيشنز doesn't necessarily lead to disease تمام، ما بتسبب الديزيز بشكل أكيد. في عنا بعض الأمراض زي الأنكيلوزينج سبوندلايتس، إذا صار في عندي ميوتيشن في الـ HLA-B27 جين تمام، بيصير عندي هذا المرض، مرض معروف راح تاخذوا عنه لقدام. 90% من الناس اللي بيصير عندهم ميوتيشن في هذا الجين بيصير عندهم هذا ديزيز، فالريليتيف ريسك عاليه جدا تمام. في عندنا ريماتويد ارثرايتس راح تاخذوه الفصل الجاي في الام اس اس، يصير في عندي ميوتيشنز في هذول الجينز اللي هم الاتش ال اي دي ار بي 1 تمام، دي ار بي 1 ضرب 1 وضرب 4 وضرب 10 تمام، بصير عندي ريماتويد ارثرايتس في المفاصل، بس الريسك الريليتيف ريسك قليله نوعا ما. في عندي تايب 1 دايابيتس ميليتياس اللي هو السكري نوع واحد تمام، السكري ثلاث انواع، في تايب 1 وتايب 2 وتايب 3. تايب 1 بصير بسبب ايش؟ بصير ايضا بسبب طفره في الام اتش سي الليلز، ال HLA DRB1 ضرب 301 ضرب على 401 تمام. Relative risk تقريبا 35، راح تاخذوا هذا الشيء بالتفصيل في الاندوكراين سيستم الفصل الجاي. اخيرا ليس اخرا، في عندنا هذا الاوتو اميون ديزيز اللي هو البنفيغاس فولغاريس، ايضا بيصير في عندي ميوتيشن في هذا الجين ال HLA DR4، Relative risk 14% تمام. هلا حكينا عادة بيصيروا في الـ MHC genes، هلا ممكن يصيروا في الـ non-MHC genes في الجينات الثانية بيسببوا بعض الـ autoimmune diseases. اللي بتصير في الـ non-MHC genes إما إنه بيكونوا complex تمام، complex autoimmune diseases يعني بتكون الطفرة بجينات متعددة أو على نطاق واسع تمام، الطفرة على نطاق واسع. هنا إذا كانت على نطاق واسع
مش ضروري انها تسبب اوتو اميون ديزيز، بتكون بتعمل ريلاتيف ريسك زي ما حكينا قبل شوي هون، تمام؟ اذا كانت على نطاق واسع بتعمل ريلاتيف ريسك زي ما حكينا هون. هلا اذا كانت بتعمل طفره محدده في مكان محدد تكون وراثتها مندليه زي ما حنشوف بعد شوي بالجدول هذا. وين الجدول؟ زي ما حنشوف بالجدول هنا، هون الطفره اذا كانت موروثه وراثه مندليه على الاكيد راح تسبب لي اوتو اميون ديزيز، هون لا بس بتزيد الريسك. في عندنا طفرات بتصير زي بال PCN22 جينز، تمام؟ ممكن يسبب لي روماتويد ارثرايتس، تمام؟ سيفرال اذر ديزيزز. ممكن يصير في عندي طفره في الانترلوكين 23 ريسبتور جين. الانترلوكين 23 هذا بجوز الدكتور برضه افترض انكم ماخذينه، بس نحكيها على السريع عن التي سيلز. التي هيلبر سيلز في منهم ثلاث انواع، تمام؟ في منهم تي هيلبر سيل 1، تي هيلبر سي 2، وتي هيلبر سي 17، تمام؟ تي هيلبر سي 1، تي هيلبر سي 2، تي هيلبر سي 17. هاي تي هيلبر سي 17 تمام وظيفتها كل واحده منهم لها وظيفه محدده في الاستجابه المناعيه، هي وظيفتها في الاكسترا سيلولار بكتيريا اند فنجال انفكشنز. بكون على سطحها ريسبتور للانترلوكين 23، تمام؟ اساسا الانترلوكين 23 يجي عليها ويساهم في شو اسمه تنشيطها، تمام؟ يساهم في تنشيطها. وايضا بيكون موجود على الابيثيليال سيلز هذا الانترلوكين 23. المهم اذا كان في مشكله في هذا الانترلوكين 23 ريسبتور المرتبط بالتي هيلبر سيل 17 راح يصير في عندي بعض الامراض المناعيه، وهذا اللي بيصير بالضبط هون، تمام؟ اذا ما فهمتوا اللي حكيته عادي بس احفظوا اسم الجين، بس ما حبيت تحفظوا بدون فهم. انترلوكين 23 ريسبتور بيصير في طفره، بيصير عندي انفلاماتوري بول ديزيز وباركنسون ديزيز، هذا راح تاخذوه في الجي اي الفصل الجاي، تمام؟ ايضا مرات بصير في عندي مشاكل في السي دي 25. السي دي 25 متى حكينا عنه؟ حكينا عنه موجود في الريجولاتوري تي سيلز، وحكينا موجود ايضا في الافكتور تي سيلز. الافكتور تي سيلز تو اندوس انفلاميشن في الريجولاتوري تي سيلز عشان ياخذوا الانترلوكين 2 قبل ما يوصل للافكتور تي سيلز عشان نعمل توليرانس، تمام؟ عشان نعمل توليرانس هذا بشكل طبيعي. اذا صار فيه طفره راح يصير عندي بعض الامراض زي شو اسمه التايب 1 دايابيتس، تمام؟ تايب 1 دايابيتس. ومرات بيصير في عندي مشاكل في الكومبلمنت بروتينز، تذكروا الكومبلمنت بروتينز صار في عندي جينات مشاكل فيهم، هم جزء مهم من الانيت اميونيتي ولهم علاقه ايضا بالاداتيف اميونيتي، تمام؟ كذلك بيصير في عندي مشاكل في الاف سي جاما ريسبتور 2 بي. سي جاما ريسبتور 2 بي ما تحكينا عنه، حكينا عنه في البي سيلز، تمام؟ حكينا عنه في البي سيلز، بيعمل فيدباك انهبيشن للبي سيلز انه الانتي بوديز نفسها بترتبط على البي سيل وبتحكي خلص يعطيك العافيه. هذول الاثنين شو بيسووا؟ بيسووا سيستميك، المرض هذا اسمه سيستميك لوبس اريثوميتس، سيستميك لوبس اريثوميتس، اوكي؟ هذا بالنسبه للنون ام اتش سي جين كومبلكس، تمام؟ نون ام اتش سي جين كومبلكس. هلا بالنسبه للمندليان اللي هم وراثه مندليه، تمام؟ تذكروا الوراثه المندليه اما بكون عندي صفه متفائده اللي هي اوتوسومال دومينانت او صفه متنحيه اوتوسومال ريسيسيف، وممكن سواء الصفة السائدة أو المتنحية تكون مرتبطة بالجينات الجنسية، تمام؟ X-linked ومرات تكون Y-linked بس كتير قليل. في عندنا بعض الأمراض هنا زي بعض الجينات زي AIRE، تمام؟ AIRE هذا حكينا عنه هو الأوتوإميون ريجوليتر اللي بيكون موجود وين؟ بيكون موجود في الثايموس، تمام؟ فإذا صار فيه مشكلة راح يصير عندي مرض اسمه الأوتوإميون بولي اندوكراين سيندروم، اوتو اميون بولي اندوكراين سيندروم، بصير في عندي مشاكل في الباراثايرويد وفي سم جلاندز، اوكي؟ في عندي سي تي ال اي 4 هذا ما تحكينا عنه، هذا حكينا عنه بيكون موجود على الريجولاتوري تي سيلز وعلى التي سيلز نفسهم على اساس انه خلص يعمل توليرانس. اذا صار فيه مشكله حتصير في مشكله بالتشيك بوينت هاي اللي هي الانهبيشن، حيصير عندي مرض اسمه اوتوزومال دومينانت، يعني زي ما حكينا سائد، اميون ديسريجوليشن سيندروم، في عندي الفوكس بي 3، هذا الفوكس بي 3 حكينا ترانسكريبشن فاكتور وين بكون موجود؟ بكون موجود في الريجولاتوري تي سيلز، اوكي؟ بيعمل مرض اسمه اميون ديسريجوليشن اكس لينكت، تمام؟ اي بي اي اكس اختصار له، اي بي اي اكس، تمام؟ اي بي اكس اي واكس هنا، تمام؟ بي اللي هو بولي اندوكراينوباثي هو انتيروباثي. بولي اندوكراين يعني اكثر من اندوكراين جلاند، اكثر من غده بيصير، وانتيروباثي يعني بيصيب الجهاز الهضمي، تمام؟ الاف اي اس هذا حكينا عنه لما جبنا هنا من الصوره وين راحت، لما جبنا سيره الاوتو اميون ليمف بروفيراتيف سندروم حكينا لما صار في مشكله عندنا في الاف اي اس او في الاف اي اس ال، تمام؟ اذا صار في عندي مشكله في الاف اي اس جين شو اللي راح يصير عندي؟ راح يصير في عندي شيء اسمه اوتو اميون ليمفو بروفيلاتيف سيندروم، تمام؟ يصير في عندي هذول المشاكل. لاحظوا انه اول واحد منهم هو اوتوزومال ريسيسيف، ما
موروث بصفة متنحية هذا الديزيز. آخر ثلاثة هم أوتوزومال دومينانت، أوتوزومال دومينانت. تمام، هذا بالنسبة للأمراض. طيب هيك حكينا عن العوامل الجينية، هلا في عوامل أخرى زي ما حكينا، تمام، زي الميكروبات. هلا الميكروبات مرات بكون في عندي سيلف رياكتيف تي سيل، تمام، هاي خلية بتستجيب ضد الأنتيجنز تبعوني، بس إحنا عملنا لها أنرجي، إحنا عملنا لها أنرجي وثبطناها وخلص يعطينا العافية، ما راح تستجيب ضد جسمنا. هلا مرات بعض الميكروبات بتدخل، تمام، وبتحفز تنشيط هاي الخلية، فبالتالي بصير في عندي شو اسمه استجابة بهاي الخلايا اللي هم السيلف رياكتيف تي سيلز، بصيروا يهاجموا خلايا جسمنا. مرات تمام بكون في عندي خلية تائية طبيعية، تمام، خلية تائية طبيعية أو مش طبيعية، بس هنا في هاي الحالة الوضع مختلف، تمام، بصير في عندي إشي اسمه مولكيولار ميمكري. مولكيولار ميمكري إيش بتفرق عن هنا؟ هنا اللي راح يصير إنه راح يأخذ هذا الفاجوسايت راح تبلع هاي الميكروب، تمام، مش زي هنا بس حفزت تنشيط التي سيل الهيلبر تي سيل وخلص اشتغلت بوست كوستيميوليشن. لا، هنا هاي الخلية التائية، تمام، استجابت لهذا الميكروب بشكل طبيعي وهاجمته، بس بسبب استجابتها وبسبب انه هذا الميكروب الانتيجن اللي عليه قريب من انتيجن موجود على جسم الانسان، بتبلش الخلية التائية تهاجم جسم الانسان. تمام، اذا نقرا مرة ثانية. عندنا اول شيء الانفكشن، ممكن يصير عندي لوكال انيت اميون ريسبونس، انه يصير في عندي برودكشن اوف كوستيميوليتر. تمام، زي ما شفنا هون الميكروب هاي الخليه هي اصلا خليه مرضيه سيلف رياكتيف تي سيل، تمام، بس كانت مثبطه معمول لها انرجي. هلا هذا الميكروب حفز هاي الانتيجن بريزنتنج سيل انها تطلع بي 7 على السطح، بالتالي ارتبط بالسي دي 28، تمام، ونشط هاي السيلف رياكتيف او سيلف رياكتيف تي سيل. تمام، هون الوضع مختلف، هون بلعمنا البكتيريا وهي التائيه استجابت ضد هاي البكتيريا ويعطيها العافيه، بس هذا الانتيجن تبع البكتيريا شبيه بانتيجن موجود على الجسم، صار عندي شغله بسميها مولكيولار ميميكري. تمام، مولكيولار ميميكري، بدنا نحكي عن المولكيولار ميميكري. تمام، في مثال مثلا او بنسميها كروس رياكشن، مرات نسميها كروس رياكشن. تمام، في عندنا مثال زي الجروب A بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكسايد، احد انواع البكتيريا. تمام، هاي البكتيريا الستريبتوكوكسايد راح تاخذوا عنها بعد المد، اول ثاني محاضره بعد المد راح تاخذوا عن الستريبتوكوكسايد. تمام، بتسبب فارنجايتس، تسبب التهاب حلق، الجسم بيقضي عليها، بس المشكله انه بعض الناس بصير عندهم بعديها شيء بنسميه الريوماتيك فيفر. ليش الريوماتيك فيفر هاي صارت؟ سبب انه الانتيجن اللي موجود على الستريبتوكوكساي والاستجابه ضد الخلايا التائيه شبيه بانتيجن، تمام، شبيه بالانتيجن الموجود في جسمنا، في عليها هاي البكتيريا شيء اسمه ام بروتين لوكس لايك مايكون مايوسين بروتين في الكاردياك مسل. فبعد ما استجابت الخلايا التائيه هون راح تيجي تلاقي انه نفس الانتيجن تبلش تهاجمه في الكاردياك مسل اللي هي في عضلات القلب. تمام، اخر شغله عن الاوتو اميون ديزيز، وكثير طولنا بالمحاضره بس حاولنا نعطيها ما تستحق من الوقت. في بعض الفاكتورز الاخرى اللي ممكن تحفز الاوتو اميون ديزيزز زي الاكسبوجر تو سن لايت. اوكي، اكسبوجر تو سن لايت بيزيد الاحتماليه انه يصير عندنا سيستميك لوبس اريثوميتس. ايضا في شغلات جينيه لهذا المرض زي ما حكينا، زي الكومبلمنت بروتينز ميوتيشنز، وزي ما حكينا في الـ FC gamma receptor 2B. تمام، 80% من الاوتو اميون ديزيز اوكورز في الميلز، لحد الان مش معروف، بس منطقيا رح نربطه بالاستروجين والبروجسترون اللي هم الهرمونات الانثويه. تمام، بس لحد الان ما في valid evidence ليش الاوتو اميون ديزيز تشانس ان وومن از هاير. تمام، هيك بنكون خلصنا محاضرتنا، ريكاب سريع. بدانا بانترودكشن، حكينا عن البيت تي سيلز، بعدين حكينا عن جنرال انفورميشن، اعطينا هدول خمس مصطلحات، حكينا ليش نحتاج توليرانس علشان if cells are stimulated against self antigens. حكينا ايضا اذا عملنا elimination للباثوجين لازم نوقف الاستجابة المناعية. بعدين حكينا عن central tolerance وكيف بتصير بالنسبة للبي والتي سيلز. حكينا عن peripheral tolerance. بعدين حكينا عن الاوتو اميون ديزيز. هيك خلصنا المحاضرة والله تعالى اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.